أهلا بكم، هذه قراءة في كتاب رائع جدا عنوانه أصول أساطير الإسلام من الكتب اليهودية متأخرة التلفيق الهاكادا وأبوكريفا العهد القديم، الإصدار الموثق بالمراجع، وهو من تأليف وترجمة لؤي عشري وابن المقفع. Origins of Islam Legends and Beliefs from Jewish Haggadah and Old Testament Apocrypha by لؤي عشري and ابن المقفع. الكتاب من إصدار منتدى الملحدين العرب. الهدف من هذه السلسلة من الدراسات، سيتساءل الكثير من المسيحيين واليهود والمسلمين وغيرهم من أتباع الأديان إذ يطالعون هذه السلسلة من الدراسات في نقد الكتب المقدسة، لماذا نقد الكتب المقدسة والمقدسات والعقائد وتاريخ الأديان، ولماذا هذا الكفر والتجديف، وربما حسب ما سيقولون العناد والمكابرة. ربما يجب إزالة عدم التفهم والفهم بردي أن تلكم الكتب المسمات بالمقدسة وفقا لوجهة الرأي الإلحادي أساءت كثيرا للإنسانية وقيمها من حقوق الإنسان وحق حرية الفكر والرأي والتعبير والبحث العلمي، وظللت عن الحقائق العلمية لقرون طوال حتى تمت الاكتشافات العلمية في العصور الحديثة. ومن الراسخ أن حق التعبير مكفول لكل البشر على اختلاف أفكارهم ومعتقداتهم وتوجهاتهم في الدول الليبرالية فقط طبعا، لذلك لا أجد ما يسيء أو يضير في نشر لدراساتي التي أرى أنها ستوضح الكثير من الحقائق عن الكتب المقدسة لدى أتباع تلك الأديان التي غابت أو غيبت عن أغلبهم. ومهما اختلفنا كبشر فكريا، فإن احترامنا لاختلاف عقائدنا وأفكارنا وآرائنا، أي احترام التعددية، هو أحد أهم قيم الحضارة والتمدن البشري على الإطلاق. وليكن المقدس لدينا هو البحث عن الحقيقة وحرية التعبير والتعددية واحترامنا وتقديرنا المتبادل. تأتي هذه الدراسة بعد سنوات طوال من القراءة والدراسة المتأنية للكتب المقدسة. حاليا الكتاب المقدس بعهديه والهاكادا وكتب أبوكريفا العهد القديم والعهد الجديد ونصوص الإسلام من القرآن والأحاديث وكتب سيرة محمد، لذلك جاءت بهذا الحجم الكبير مع كثرة أبوابها ومواضيعها، نظرا لغناها الشديد بالنصوص الهاكادية المترجمة عن الإنجليزية إلى العربية والنصوص الإسلامية والمقارنات بينهما في إطار علم مقارنة الأديان والمعلومات والحقائق التي تم بحثها وعملها بعد جهد كبير مضن. وكان أي اختصار لها سيؤدي إلى فقدان الكثير من القيمة العلمية، لذا فإنني أضع ثقتي في كل من القارئ المثقف والباحث المحب للمعلومات الوافرة وقراءة الموسوعات التي تغني عن عشرات الكتب الموجزة الغير شاملة لمجال بحثها. تمنياتي للقارئ والباحث بقراءة مفيدة وممتعة. الإهداء: إذا كل علماء الأحياء والكونيات والأديان من الملحدين الذين أدين لهم بالفضل، وإذا كل المترجمين الملحدين المنورين لعقول تريد الاستنارة والعلم والمعرفة مرشد إلى الإلحاد. أبيات من الشعر: كل الذي تحكون عن مولاكم كذب أتاكم عن يهود يحبر، رامت به الأحبار نيل معيشة في الدهر والعمل القبيح يتبر، يتلون أشفارهم والحق يخبرني بأن آخرها مين وأولها صدقت يا عقل فليبعد أخو سفه، صاغ الأحاديث إفكا أو تأولها، وليس حبر ببدع في صحابته إن سام نفعا بأخبار تقولها، وإنما رام نسوانا تزوجها بما أفتراه أموالا تمولها، طال العناء بكون الشخص في أمم تعد فرية غاويها معولها، وصاحب الشرع كان القدس قبلته صلى إليها زمانا ثم حولها، لا يخدعنك داع قام في ملأ بخطبة زان معناها وطولها، فما العظات وإن راعت سوى حيل من ذي مقال على ناس تحولها. الأبيات لأبي العلاء المعري. المقدمة:
مقدمة هذه الدراسة ومتى فرغت كتابة القصص الهاجادية قبل أم بعد محمد؟ الهاجادة هي مجموعة القصص الخرافية التي أضافها الربيون ضمن شروحهم وتوشياتهم على العهد القديم بقصصه وأساطيره، وقد ألفت تلك القصص في الفترة من القرن الثاني إلى الرابع الميلاديين، ويقال أن سبب تأليفها وانتشارها كان لمواجهة مد انتشار الدين المسيحي في ذلك العصر. إنما قد نقتبس منه في هذه الدراسة التلمود والمدراش ربا وأسفار الأبوكريفة السريانية واليونانية والأثيوبية، وكلها أقدم من الإسلام وعصر محمد مؤسسه بقرون. إن كان القرآن يقول مؤلفه عنه أنه جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، البقرة 41 و97 والمائدة 48، آل عمران الآية 3، فاطر 31، الأحقاف 30 وغيرهن، ورغم أننا نراه جاء مقتبسا لا أكثر، لكن هذه دراسة أخرى ليس محلها هنا. لكن السؤال، إذ سنثبت بهذه الدراسة كثرة اقتباسات القرآن والأحاديث من الهاجادة والأبوكريفة مما لا يوجد في كتاب اليهود المقدس المعروف بالتوراة أو التناخ أو العهد القديم، هو إن كان كذلك فهل هو جاء مصدقا كذلك للكتب الغير قانونية المتأخرة في تاريخ كتابتها عن العهد القديم؟ لقد سردنا في هذا البحث ودققنا بالتمحيص كل أسطورة إسلامية ومعتقد اقتبس من الهاجادة أو أبوكريفة العهد القديم، مع عرض ومقارنة كامل النصين اليهودي الهاجادي أو الأبوكريفي والنص الإسلامي قرآن أو أحاديث صحيحة. ملاحظة من عندي، وصف العهد القديم هو مصطلح مسيحي، أما اليهود فيسمون كتابهم الكتاب المقدس العبري لا غير. يضيف المؤلف فيقول، عن زمن كتابة التلمود نقرأ في موسوعة ويكيبيديا مادة التلمود. استكمل التلمود وهو عبارة عن التراث الفقهي اليهودي في النصف الأول من الألفية الأولى في القرن السادس بضمنه القمارة إن لم يكن الخامس. انظر ما كتب في الرابط تحت موضوع التلمود البابلي، أي أن الشارح رابينا مات عام 499 وموته أعلن اكتمال صياغة التلمود، مع أن بعض الأجزاء من القمارة لم يكتمل بشكله الحالي حتى سنة 700 ميلادية. هذا أقصى حد. التلمود لا يحتوي على أي إشارة لظهور محمد التاريخي أو أي فتوى بخصوص التعامل مع المسلمين. أيضا أقرأ الرابط تحت عنوان الهجوم على التلمود، حيث تجد أن التلمود تطرق فقط إلى المسيحية ونقدها. إن قصص الهاجادة الموجودة في التلمود، وهذا هو الشيء المهم، هي جزء من القمارة، والقمارة هي تفسير المشنة. فعندما استعصت المشنة على بعض القراء أخذ علماء اليهود يكتبون عليها حواشي كثيرة وشروحا مسهبة، وسميت تلك الحواشي والشروح باسم القمارة، وهي كلمة آرامية بمعنى الإكمال أو الدراسة. فالقمارة هي عبارة عن التعليقات والشروح والتفسيرات التي وضعها الربيون والفقهاء اليهود المسمون بالأمورائيين الأمورائيم، أي حرفيا المتكلمين أي المعلمين، في الفترة 220 إلى 500 ميلادية في فلسطين وبابل، أي بين القرنين الثالث والسادس الميلادي، بالإضافة إلى الهاجادة في التفاسير المتعددة لمفسري الكتاب اليهودي. أما تحت عنوان هاجادة في ويكيبيديا بخصوص الهاجادة عموما سواء في التلمود أو المدراشيم أو الترجمات، وتحت عنوان جانبي استكمال الهاجادة نقرأ النص باللغة الإنجليزية. According to Jewish tradition, the Haggadah was compiled during the Mishnaic and Talmudic periods, but the exact time is not known. The Haggadah could not have been written earlier than the time of Rabbi Yehuda ben Eli around 170 CE, who is the latest Tana to be quoted in the Haggadah. According to most Talmudic commentaries, Rav and Shmuel argued that the compilation of the Haggadah
and hence it was not completed by that time. However, the Malbim, along with minority of commentators, believed that the Rev and Shmuel were not arguing on its completion, but its interpretation, and hence was completed by then. According to this explanation, the Haggadah was written during the lifetime of Rav Yehuda ben Nasi, the compiler of the Mishnah. The Malbim theorizes that the Haggadah was written by Rav Yehuda HaNasi himself. Nevertheless, all commentators agree that it was completed by the time of Rav Nachman, mentioned in Peshachim 11:6a. There is a dispute over which Rav Nachman the Talmud was referring to. According to some commentators, this was Rav Nachman Bar Yaakov, around 280, while others maintain this was Rav Nachman Bar Yitzchak, 360 CE. يعني أن آخر قصص من قصص الهاجادة كتبت ليس بعد من 360 ميلادية ومن المرجح قبلها. بذا نصير متأكدين من وقت كتابة الهاجادوت. أما المدراشيم المنضوية تحت اسم مدراش ربا كالتكوين ربا والخروج ربا واللاويين ربا إلى آخره، فقد ألفت في الفترة من القرنين الرابع والسادس الميلاديين كما قرر العلماء المتخصصون. أحيانا وجدنا بعض أساطير الهاجادة لها جذور في مواد أثرية أبوكريفية أقدم، مثل ما وجدنا قصة زوج إبراهيم سارة مع فرعون حسب القصة الغير توراتية في التكوين ربا في سفر التكوين المنحول الخاص بطائفة الأسينيين المكتشف ضمن مخطوطات خربة قمران الشهيرة، ويعود إلى القرن الأول الميلادي. انظر صفحة 185 من بحثنا. إن الإسلام في أغلب ملامحه ديانة قائمة بشكل كبير على الهاجادوت وأبوكريفة اليهودية والمسيحية، كما سنثبت في هذا البحث والبحث التالي عن الأبوكريفة المسيحية مصدر لأساطير ومعتقدات الإسلام عن المسيح وعدوه الكذاب والآخرويات. الهاجادة تذكر القصص القرآنية بالتفاصيل كما سنرى، فمن تعتقدون الأصل، التفاصيل أم الاقتباس المقتضب؟ من الملاحظة أن محمد في نقله من المواد الهاجادية كان يحدث في كثير من الأحيان أن ينقلها في القرآن مشوشة أو مشوهة، مثل ما حدث في نقله لقصة يوسف الهاجادية، خطأ واضح في ترتيب الأحداث لأنها لم تكن موادا مترجمة مثل ما كانت هناك ترجمات عربية بالجهود الفردية والذاتية لبعض الأفراد للكتاب المقدس إلى اللغة العربية في ذلك الزمن. بالتالي كان يضطر محمد لحفظها حفظا، فيحدث لها بالتأكيد تشوه أو ابتسار متوقع غير مقصود بفعل الذاكرة البشرية. من المشاكل التي واجهتها وتمكنت من حلها أن كتاب لويس جيزنبرغ لا يسرد فقط قصصا من الهاجادة الربينية، فهي في الأجزاء الأربعة من كتابه يمزجها بلا تمييز بقصص وأجزاء من أسفار أبوكريفة العهد القديم، قام هو بتلخيصها أو استخلاصها منها، وإن كان لمح لذلك في مقدمة كتابه حيث سميها بزائفة النسبة والمكتوب بعضها بالغريقية أو الأثيوبية وغيرها، والتي أخذ بعضها صياغة وصبغة مسيحية متأخرة، ولكن من الواضح أنها ذات أصل عبري أو آرامي يهودي. وقد كان سهلا علي تمييز نصوص أسفار الأبوكريفة اليهودية التي يوردها عن نصوص الهاجاديات، نظرا لأني كنت قد قرأت خلال الدراسة كل أسفار الأبوكريفة أو معظمها. كذلك أوردنا المراجع الخاصة بالنصوص الهاجادية من التلمود والمدراشيم والترجمات بالعودة إلى الجزئين الخامس والسادس من كتاب لويس جيزنبرغ أساطير اليهود، الذي يورد بهما مراجع قصصه من أسفار الربيين بمحتوياتها الهاجادية ومن أسفار الأبوكريفة مع ملاحظات وتفاصيل ومقارنات بل ونسخ أخرى من قصص الهاجاديات لأجل المتخصصين والأكاديميين الباحثين
وبالعودة إلى الموسوعة اليهودية الإنجليزية أيضا، وننصح الراغبين باستزادة متخصصة من دراسة اليهوديات والهاجاليات بالعودة إلى الجزئين الخامس والسادس لأنهما مؤلفان للمتخصصين، على عكس الأربعة أجزاء المبسطة الموجهة للجمهور العلمي البسيط من قراء لويس جيزنبرغ. الجدير بالذكر أن الإصدار الأول من بحثنا لم يكن يحتوي على ذكر المراجع الهاجالية والأفوكريفية، وقد كان لجاما للمنهج البحثي السليم إرادها خاصة لمن يريد البحث عن تواريخ تأليفها. يشير لويس للأسفار الزائفة بالنسبة وأنه ضمن أساطيرها في كتابه عدة مرات، وهنا اقتباس باللغة الإنجليزية لن أقرأه. يضيف المؤلف: لما انتهيت من دراسة قصص الأشخاص الأسطورية اليهودية في كتاب أساطير اليهود للويس جيزنبرغ وعلاقة الهاجادة باقتباسات الإسلام منها، صرت أبحث عن دراسة المعتقدات في الهاجادة عن الإسكاتولوجي أو أحداث آخر الزمان الأسطورية والأخراويات، عصر المسيح والموت والبرزخ والبعث والحساب والجنة والجحيم والأعراف، وكذلك المعتقدات اللاهوتية مثل روح القدس والسكينة واسم الله الأعظم والنبوة والمعتقدات عن الملائكة ومصطلحات هامة أخرى سواء في اليهودية أو الإسلام. ووجدت مبتغايا مما لم يرد ذكره في كتاب أساطير اليهود بخصوص المعتقدات اللاهوتية والإسخاتولوجية مذكورا ومدروسا بشكل علمي وعلماني مع ذكر المصادر اليهودية العبرية في الموسوعة اليهودية المنشورة بين الأعوام 1901 و1906، والتي تم وضعها على موقع نت خاص www.jewishencyclopedia.com. ثم درست في آخر الدراسة كل الأسفار اليهودية الأفوكريفية أو كما يسمى البعض أسفار أفوكريف العهد القديم، وعملت مقارنة بينها وبين الإسلام على شكل جدول مختصر ملخصا فيه اقتباسات الإسلام منها. إن الدراسة بشكلها النهائي ومعظم موادها تعود لي، ولكن الفضل لابن المقفع في بدء فكرة دراسة هذا الموضوع، فيا له من فضل ومأثرة عظيمتين حازهما ابن المقفع دونا عن كل الملحدين العرب، ناهيك عن أعماله في ترجمة مواد إلحادية وعلم أديانية عن الإنجليزية. وفي ختام المقدمة أتمنى للقارئ الاستمتاع والاستفادة بهذه الدراسة المقارنة. أود تسجيل ملحوظة عابرة: كان اليهود يسمون مكان الدراسات الربينية بفرعيها الهاجادي القصص والهلاقي التشريعات الفقهية أحيانا ببيت ها مدراش، أي بيت المدراش، بيت التعليم أو تفسير الدراسة. تعليق من عندي: نستطيع أن قد نسميه أيضا بيت المدرس أو المدرس. يقول المؤلف: وأحد مراجع كتاب جيزنبرغ هو BHM، اختصار لهذه الكلمة بيت أو بيت ها مدراش، فمؤلفه الألماني جيرينيك أدولف استمد واستوحى من اسم معاهدهم الدينية اسم كتابه المرجع في الهاجادوت. وقد ورد في السيرة النبوية لابن هشام أن محمدا دخل على اليهود في بيت المدارس، وهي تحريف عربي أو تعريب لبيت هامدراش. فإن يذهب زعمو عدم معرفة يهود الجزيرة العربية بالتراث الحاخامي. أيضا لدينا بعض النماذج التي ورد بها في الأحاديث الإسلامية أخذ محمد وتعليمه من اليهود وتكلمه معهم على نحو صريح، ومن ذلك من لفظ البخاري الحديث 6520: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون. قال: وما هذا؟ قال: ثور ونون، يأكل من زائدة كبدهما 70,000. نهاية الحديث. ولدينا قصة المرأة العجوز التي بحديثها مع عائشة دخل اعتقاد عذاب القبر ضمن ديانة محمد الإسلام، من لفظ مسلم. الحديث رقم 584. حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى، قال هارون حدثنا، وقال حرملة أخبرنا، ابن وهب أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة ابن الزبير أن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. حديث 586. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير، قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. الحديث 586. حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة بهذا الحديث، وفيه قالت: وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. ومن لفظ أحمد بن حنبل الحديث 24,520. حدثنا هاشم قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال حدثنا سعيد عن عائشة أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فقلت: يا رسول الله، هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: لا. وعم ذاك؟ قالت: هذه اليهودية لا نصنع إليها من المعروف شيئا إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر. قال: كذبت اليهود وهم على الله عز وجل أكذب، لا عذاب دون يوم القيامة. قالت: ثم مكث بعد ذاك ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، أضلتكم الفتن كقطع الليل المظلم، أيها الناس، لو تعلمون ما أعلم بكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، أيها الناس، استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. هوامش: واحد في قاف اليهودية، اثنان في النسخ الخطية كذب وضبب فوقها في ضاد ثمانية، والمثبت من هامش كل من ضاد ثمانية وهاء وعليها علامة الصحة في هاء. الهامش ثلاثة في ميم لبكيتم. أربعة: إسناد صحيح على شرط شيخين، هاشم هو ابن القاسم أبو النضر، وإسحاق بن سعيد هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي. الحديث 24,582. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول لي: أشعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن اليهود. فقالت عائشة:
فلبثنا ليالية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. إسناده صحيح على شرط شيخين: أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني، وشعيب هو ابن أبي حمزة. الحديث 24178. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت: دخلت عليها يهودية استوهبتها طيبا، فوهبت لها عائشة فقالت: أجارك الله من عذاب القبر. قالت: فوقع في نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فذكرت ذلك له، قلت: يا رسول الله، إن للقبر عذابا. قال: نعم، إنهم لا يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. الحديث رقم 24268. حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد قال حدثني عمرة قالت: سمعت عائشة تقول: جاءتني يهودية تسألني فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أنا أعذب في القبور؟ قال: عائذ بالله. فركب مركبا فخسفت الشمس فخرجت، فكنت بين الحجر مع النسوة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من مركبه فأتى مصلاتا فصلى الناس وراءه، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القيام، ثم سجد فأطال السجود، ثم قام أيسر من قيامه الأول، ثم ركع أيسر من ركوعه الأول، ثم قام أيسر من قيامه الأول، ثم ركع أيسر من ركوعه الأول، ثم سجد أيسر من سجوده الأول، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. فتجلت الشمس فقال: إنكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت: فسمعته بعد يستعيذ بالله من عذاب القبر. الهامش رقم 2. الهامش رقم 1 فيها وأكثر مصادر التخريج: عائذا. قال الحافظ في الفتح الجزء الثاني 538، وروي بالرفع أي أنا عائذ، وكأن ذلك كان قبل أن يطالع النبي صلى الله عليه وسلم على عذاب القبر. الهامش الثاني: إسناده صحيح على شرط الشيخين يحيى شيخ أحمد وابن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد شيخه هو الأنصاري، وعمرة هي بنت عبد الرحمن الأنصارية. وفي الشروح قال السندي: قولها قال لا، كان المراد لم يوحى إلي بذلك، فالظاهر أنه لا عذاب وأن قائله كذب، فصار هذا الكلام مقيدا بالظن وليس المراد القطع حتى يتوهم الكذب فيه. ومن لفظ البخاري الحديث رقم 1049. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. وفي الحديث 1050. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. الحديث 6366. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل
عن مسروق عن عائشة قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا. ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين، وذكرت له فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. في الأول رفض محمد الفكرة والمعتقد عن عذاب القبر السخيف، ثم عاد فأخذ به لما وجده وسيلة جيدة لتسخير العقول الساذجة، أو لما تأكد من وجوده في كتب الربيين، لأنه كما نرى كان يراعي التقاليد اليهودية بالذات في معظم تفاصيل إنشائه لديانته، حتى كرهه لأكل لحم الضب أو تشريع منسوخ في أول الإسلام بأن لا تبقى ذبيحة عيد الأضحى بعد 3 أيام بصورة مشابهة لما عند اليهود في عيد الفصح أو الخروج، وحتى صيام عاشوراء كان في أوله فريضة كيوم الكفارة قبل فرض رمضان، بل اسم عاشوراء أو عاشوراء هو اسم عند اليهود ليوم الكفارة لأنه يكون في اليوم العاشر من شهره. وروى أحمد بن حنبل الأحاديث 11002، حدثنا روح، حدثنا حماد، حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. نهاية الحديث. حديث صحيح وورد في الصحيحين كذلك. 14883. حدثنا علي، حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: إني سائلهم عن تربة الجنة وهي درمكة بيضاء. فسألهم فقالوا: هي خبزة يا أبا القاسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخبز من الدرمك. الهامش 2. حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد وهو ابن سعيد. علي هو ابن عبد الله المديني، والسفيان هو ابن عيينة، والشعبي هو عامر بن شراحيل. وأخرجه الترمذي الحديث رقم 3327 عن ابن أبي عمر وأبي نعيم في صفة الجنة 159 من طريق محمد بن أبي خلف، كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم 152 من طريق ابن أبي نجيح عن الزبير بن موسى عن أبيه عن جابر بنحوه. وموسى وهو ابن ميناء والد الزبير لا يعرف. وأخرجه أبو نعيم 153 من طريق محمد بن أبي الساري عن سفيان بهذا الإسناد موقوفا مختصرا بدون قصة. ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم 11002. قاله درمك، قال السندي: هو الدقيق الخالص. قيل: المراد أنها في البياض والنعومة درمك، وفي الطيب مسك، والخبزة هي العجين. يبدو أن قصة الحوار مع أحبار اليهود أكثر منطقية وصحة من قصة الحوار مع الطفل الأسطوري ابن الصياد. لمراجعة أصل أسطورة ابن الصياد انظر بحثي عن الأفوكريفة المسيحية والهرطقات كمصدر لأساطير الإسلام، حيث اعتقدت تلك الأسفار المسيحية متأخرة التلفيق والوضع أن الدجال قد يظهر بشكل طفل له شعرات شهباء أو رجل عجوز إلى آخره. ووردت مسألة عقيدة الأرض البيضاء منزوعة الجبال والتلال والآثام المتساوية البيضاء كالثلج في رؤيا القديس يوحنا الأفوكريفية، وهي غير التي في إنجيل المسيحيين القانوني، وهي مبنية على تفسير أسطوري هاغالي النمط للمزمور 7 الآية 51. وقد كانت هناك في عهد محمد كما يبدو ترجمات للكتاب المقدس والأسفار الأفوكريفية، فنقرأ في مسند أحمد بن حنبل الحديث 15156. حدثنا سريج بن النعمان قال: حدثنا هشيم، أخبرنا مجادد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب
أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. نهاية الحديث. إسناده ضعيف لضعف مجالد، وهو ابن سعيد، ونقل ابن حجر في ترجمة عبد الله بن ثابت من الإصابة الجزء الرابع الصفحة 30 عن البخاري أنه قال: قال مجالد عن الشعبي عن جابر أن عمر أتى بكتاب ولا يصح. قلنا وقوله ولا يصح لم يرد في المطبوع من التاريخ الكبير للبخاري الجزء الخامس 39، أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث الجزء الثالث 28 و29، وابن أبي شيبة الجزء التاسع 47، وابن أبي عاصم في السنة 50، والبزار 124 كشف الأستار، والبيهقي في شعب الإيمان 177، والبغوي في شرح السنة 126، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله المجدد الثاني 42 من طرق عن هشيم ابن بشير بهذا الإسناد. وتحرف هشيم في المطبوع من مصنف ابن أبي شيبة وشرح السنة إلى هشام، وأخرجه بنحوه الدارمي 435 من طريق ابن نمير عن مجادد به، وسلف من طريق حماد بن زيد عن مجادد برقم 14631، وأخرج ابن الضريس في فضائل القرآن 89، وأبو عبيد في غريب الحديث المجدد الثالث 29، ومن طريقه البيهقي في الشعب 178 عن الحسن البصري أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يحدثوننا بأحاديث قد أخذت بقلوبنا وقد هممنا أن نكتبها، فقال: يا ابن الخطاب، أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولكني أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. نهاية الحديث. ورجاله ثقات، إذا أنه من مراسل الحسن البصري. وفي الباب عن أبي الدرداء قال: جاء عمر بجوامع من التوراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فراغ، فذكره. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد الجزء الأول 174، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو عامر القاسم ابن محمد الأسدي، ولم أرى من ترجمه، وبقية رجاله موثقون. ومن المحتمل أن عمر لاحظ شيئا ما يستحق المقارنة لتناقضه أو ضعفه في الاقتباس كما في مواضيع كتابنا هذا. بالتأكيد لم يكن محمد يريد ضجة ولفت نظر لنقله من كتب الربيين في نقاش علني عام مفتوح على الناس، لذا رفض مناقشة عمر. عمر هنا فكر قليلا في الدين، وهي حالة نادرة، فهذا ليس من طبعه، ولا نرى مثيلا ليوم شك فيه عمر في الدين سوى يوم صلح الحديبية، لأنه وجد فشل بشارة محمد بدخول مكة للعمرة حسب زعمه في رؤيا، ثم برر ذلك بأن الله لم يحدد سنة الدخول. الآية تقول: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الفتح 27. ومن يقرأ عن شخصيته يعلم أنه كان تابعا مخلصا بإيمان أعمى مثله كأبي بكر، لا شأن له بفكر، على عكس أشخاص مثل عبد الله ابن العباس الذي نرجح أنه كان عنده علم وفكرة قوية بأصول دين الإسلام وكيف تم بناؤه واقتباس معظمه من الكتب الربانية بالذات. على أي حال، فقد ذكرنا مقارنات وافية ونماذج واضحة لكثرة اقتباس محمد وبعد وفاته أصحابه وتابعي الصحابة من تراث الهاجادة بالذات.
نتمنى لكم قراءة مفيدة وشيقة. مقدمة مختصرة في تعريف الهاجادة وتاريخها تحت عنوان مدراشيم الهاجادة، مدراش هاجادة في الموسوعة اليهودية. نترجم جزءا من الموضوع. معنى الهاجادة: مدراشيم الهاجادة تتضمن تفاسير وتأويل النص المقدس أو التوسع عليه بإضافة أساطير جديدة غير مذكورة في النصوص الشرعية للكتاب المقدس بأسلوب وعظي أو أخلاقي. وأحيانا تكون الأساطير الهاجادية وثيقة الصلة والتشابه أو حتى التطابق مع الكتب غير الشرعية الأبوكريفية كقصة أخنوخ وحياة آدم وحواء وموت موسى. الكلمة هاجادة وبالآرامية أجادة تعني في الأصل الإخبار أو التحديث، وبمعنى أكثر تحديدا تعني المبالغة والتوسع بالتفسير لأحدى فقرات الكتاب المقدس وإنشاء معتقدات وتصورات جديدة قائمة على تلك التفسيرات المغلوطة التي تحمل النص غالبا ما لا يحتمله. وردت الكلمة هاجادة كثيرا في كتابات الربيين القيمة، ولعل الكلمة هاجادة وجمعها هاجادوت كان لها في البدء استعمال عام، لكن في وقت مبكر صارت محصورة الدلالة على التفاسير الغير حلاقية هلاكية. الهلاكة أي التشريعات الربينية. المترجم: انظر مادة المدراشيم الهلاكية، مدراش هلاكة في الموسوعة اليهودية. جاءت الكلمة إذن في البدء لتعني معنى أكثر اتساعا وعموما، دالة ليس على التفسير الهاجادي لإحدى فقرات الكتاب المقدس بل التفاسير الهاجادية عموما. والخلاصة أن مادة التفاسير الهاجادية هي كل ما لا ينتمي إلى حقل الهلاكة، الدراسات الفقهية في شريعتي التوراة والتلمود. إن المدراشيم الهاجادية المقتصرة أصلا على تفسير نصوص الكتاب المقدس تطورت من عصر نشوئها إلى مقالات متممة تهدف الهاجادة إنجاز التشبيه إلى إنزال السماء إلى وعي جميع المخطوب فيهم من قبل الوعظ أو الربي، وجعل الأرواح الجمع ترتقي إلى السماوات سموا روحيا، وهي تبدو بهذه الوظيفة تعظيما لله وأنبيائه وكمواسا لإسرائيل في الشتات. وهي إذن المعتقدات الدينية المعتبرة كحقائق دينية والحكم الأخلاقية والمناقشات بصدد الجزاء الإلهي وترسيخ الشرائع المشكلة لجوهر القومية اليهودية ووصف ماضي الأمة ومستقبلها العظيم وأحداث وأساطير التاريخ اليهودي والثناء على الأرض المقدسة وقصص البطولات الدينية والأفكار المواسية في الشتات من كل الضروب من خلال هذه المواد أو المحاضرات. هدف الهاجادة: الكلمات الافتتاحية المقتبسة هنا هي جملة شهيرة امتدح بها العلماء الهاجاديون الأقدمون. الهاجادة اقتباس: إن كنت تريد معرفته الذي بكلمته جاء العالم إلى الوجود فعليك بدراسة الهاجادة، لأن بها ستعرف القدوس مباركا ليكن وستتبع سبله. نهاية الاقتباس. سفر 2 ديوترونومي 11:22. وبالفعل فإن الهاجادة كونها تفسيرا منطقيا من المنطلقات الفكرية الدينية والأخلاقية اليهودية تقوم بالتأثير على عقل الإنسان وتقنعه بالعيش عيشة دينية وأخلاقية. بالنظر إلى ظروف عصر الهاجادة فإنها لم تحصر نفسها على التفسير البسيط للكتاب المقدس، بل احتوت في حلقات النقاشات دائمة الانعقاد على أسمى الأفكار والمعتقدات في الفلسفة الدينية اليهودية والأساطير والتصوف والأخلاق، وهي تفسر كل التاريخ المذكور في الكتاب المقدس بتفسير ديني وقومي بحيث يصير أبطال الزمن الماضي قدوات محتذات، بينما يصير مستقبل تاريخ أمة إسرائيل مجيزا بضوء الأمل المسيحاني. لقد صارت الهاجادة لأمة اليهودية إلهاما مستمرا عن حب الله وعدله. لهذا فإن الحديث عن أهمية فرع دراسة الهاجادة من علم دراسة الديانة اليهودية لا يمكن اعتباره مغالاة فيه. عنوان تطور الهاجادة: لقد احتفظ التراث اليهودي بوفرة من المدراشيم الهاجادية المختلفة جدا عن بعضها البعض.
التي هي ككل الأعمال الأدبية التراثية محصلة تجميعات متنوعة وتنقيحات، وإن محتويات كل الهاجادوت بدأت كتراث شفهيا قبل وقت طويل من تسجيله كتابة. إن أقدم آثار المدراشيم التفسيرية مكورة في الكتاب المقدس ذاته كمدراش النبي عدو الجزء الثاني أخ 13-22، ربما هو اختصار لأخنوخ، ومدراش سفر الملوك الثاني أخنوخ 34:27. بينما خلال عصر السوفيريم حصل تطور الهاجادة على دفعته القوية ووضعت الأسس للوعظ الديني للعوام المشتمل على التفاسير الهاجادية الكتاب المقدس. إن هاجادوت أكثر وجدت أحيانا مخلوطة بعناصر أجنبية وافدة، خاصة الزرادشتية الفارسية واليونانية والرومانية في كتب الأبوكريفة والأعمال زائفة النسبة وأعمال المؤرخ اليوناني اليهودي فلافيوس يوسيفوس وأعمال فيلو الفيلسوف اليهودي والمتبقي من الأدب اليهودي الهيليني. إلا أن التفاسير الهاجادية وصلت لقمة تطورها في عصر المشنة والجمارة التلمودية بين 100 و500 ميلادي، حين تمت كل الأعمال الهاجادية بفروعها وأصولها المختلفة. إن هاجادوت المعلمين الأموريم هي استمرار لتلك الخاصة بالمعلمين التانايم، وحسب العالم بيكر فحقا لا فارق بين الاثنين. لقد كانت الإضافات اللاحقة في القرون التالية على المشنة أكثر أهمية للهلاكة بكثير مما للهاجادة. إن رواية وردت في Year Hur 348B تدل على الانتشار العظيم في ذلك الوقت للتفاسير الهاجادية وشعبيتها العامة وقتئذ. اقتباس: عندما رأى أغاد حنانيا بن حامة أهل صفورية يندفعون أفواجا إلى مدرسة الربي بنايا، وسمع أن هذا كان لسماع إلقاء الربي يوحنان محاضرة هناك، هتف مباركا ليكن الرب لأنه سمح لي أن أرى ثمرة كدحي خلال حياتي. لقد علمته كل الهاجادة ما عدا التي على الأمثال والجامعة. نهاية الاقتباسين. في فقرة أخرى يروي الربي حية أن الكاهن الملك يهوذا الأول خلال نقاش مع إسرائيل بن يوسي قرأ كل سفر المزامير من وجهة النظر الهاجادية. Year Kill IX 32B Gen R XXXIII. خلال القرن الثالث وعند بداية القرن الرابع كان أساتذة الهلاكة هم أيضا ممثلي الهاجادة، لكن بجوارهم ظهر الهاجاديون المتخصصون الذين من ثم صاروا أكثر بروزا فأكثر، جاذبين بمحاضراتهم مستمعين أكثر من الهلاكيين. إن الإنتاج الأعلى للهاجادة كان في المحاضرات الملقاة على العوام، وهذا ينسحب كذلك على كل الفنون المدراشية البلاغية الأخر، القوانين والأمثال والحكايات الرمزية والاستعارات والقصص إلى آخره. لقد ازدهرت الهاجادة الشفهية في القرن الرابع وبداية القرن الخامس، وتتبعها الهاجاديون المجهولون الذين حفظوها كتابة ونقحوا موادها الضخمة. لقد انقطع الإبداع الهاجادي بنهاية الحقبة التلمودية. إن العصر قبل الأمورائي والعصر الجيحوني جيونيك هما عهد جامعي ومنقحي الهاجادة. خلال هذا العهد تم تحويل الهاجادة الشفوية إلى مدراشيم هاجادية مكتوبة منتقدة فيها غير متغيرة عن الصيغة الشفوية لا قليلا ولا كثيرا. تقسيمات الهاجادة أحيانا جمعت في أعمال خاصة مستنبطات هاجادية عن القيم الأخلاقية والوصايا أو الحكم أو أحكام العقوبات مستنبطة من أسفار الكتاب المقدس من الزاوية الأخلاقية الدينية أو الزاوية التاريخية، وأحيانا جرى الاستنباط من الروح العامة للكتاب المقدس مشكلا بذلك فروعا خاصة من الهاجادة، مثل الهاجادة الأخلاقية أو الوعظية والهاجادة التاريخية والكبالة التصوف إلى آخره. في أحيان أخر كانت ترد في سياق بعض النقاشات الهلاكية
تفسير عدد بأسلوب هاجادي أو ذكر شريعة هاجادية أو قصص من كل الأنواع. هذا حدث كثيرا، لذا نرى أنه عندما دونت تلك النقاشات احتوت على مواد هاجادية، ولذا نرى احتواء المشنة والتوسيفيتا والتلمودين الفلسطيني والبابلي على كثير جدا من المادة الهاجادية. أو لنقل ختاما أن إجمالي المادة الهاجادية قد جمعت وحررت في المدراشيم التفسيرية المتصفة بكونها تفسيرية تماما، والتي شكلت سواء تفسيرا متصلا هاجاديا على أحد أسفار الكتاب المقدس أو المدراشيم الأخرى الوعظية الأخلاقية المتألفة من محاضرات عن القيم الأخلاقية أو سبات السبت أو دروس الأعياد أو مراجعات على مواد مماثلة. ولقد ظهر في الترجمات كذلك بعض المواد الهاجادية، أساتذة وتلاميذ الهاجادة. إن المؤلفات الهاجادية عامة لا يعرف من قام بعملها في الشكل المنقح الأخير. التفاسير الهاجادية كانت خلال عصور ازدهارها تنقح بشكل مواظب عليه من أبرز الربيين، بعضهم امتدح بشكل خاص بكونه درس في الهاجادة أو الأجادة، وقد أصبح هذا فرعا من علوم التقاليد اليهودية. له معلمون هم معلمو الهاجادة رابانان دي أجاداتا. لقد كانت مادة الدراسة في المدارس وزودت بإمداد لا ينضب من المواد الهاجادية للعظات والدروس التي كانت تلقى في السبوت والأعياد، وكانت تتلو الدروس الكتابية وتشكل جزءا من صلاة العامة وتفصل عنها حسب الحاجة. كذلك عند حدوث أحداث سعيدة أو حزينة كان يتم الالتجاء للخطب والتفاسير الهاجادية بحثا عن كلمات المواساة أو المباركة. وكذلك استخدمت الهاجادة لبدء أو ختم الدروس والخطب الدينية. لقد كانت مراجع تنظيم وجمع الهاجادة لوصل المواد والوصايا الهاجادية في سياق متصل. وكتب الهاجادة موجودة حتى منذ العصور المبكرة. هكذا فإن الربي شمعون بن بازي كان مؤلفا لأحد كتب الهاجادة مسادر أجادتا قبل عصر الربي يشوع بن لاوي. لقد كان الأخير يشوع بن لاوي كذلك معلما آمورائيا فلسطينيا شهيرا وهاجاديا شهيرا كذلك. في النصف الأول من القرن الثالث الميلادي كتب يفسر جملة أعمال الرب في المزمور 28 الآية 5 كإشارة إلى الهاجادوت ميدر TEHADLOC. لقد كان يشوع بن لاوي كذلك تلميذه الربي حيا بن أبا يستهجنان بتزمت تسجيل الهاجادوت كتابة واستخدام الهاجادوت المكتوبة، إذ كان يعتبر أن تحريم كتابة كلام الشريعة الشفوية لا يشير فقط إلى الهلاكوت بل يشير كذلك إلى الهاجادوت، لأن الأخيرة خاصة كانت كثيرا ما تكون تعابيرا عن آراء وتفاسير شخصية خاصة والتي لم تكن تحت تحكم المدارس، فكان من المرجح أن تؤدي إلى سوء الاستعمال. إن صراحة هذا الاستهجان لا تقبل إساءة الفهم، فلم يكن المقصود بها تساؤلا أو نقاشا عن حكم كتابة أي هاجادة. قال الربي يشوع بن لاوي أنه نظر في عمل هاجادي سفر دي أجاتا واستشهد بالعديد من التفاسير منه. يائر شاب XVI 15C سوفريم XVI. يشير الربي يعقوب بن أحا المعاصر للكهن الملك يهوذا الأول سنهدرين 7 باء إلى كتاب الهاجادة الخاص بالمدرسة. وقيل عن الربي يوحنان والربي شمعون بن لاقيش المعاصرين للربي يشوع بن لاوي أنهما كانا يقرآن كتاب هاجادة في يوم السبت. لقد اعتبروا أن مثل هذه التجميعات تصير لها حاجة ملحة مع مرور الزمن، وقد تأولوا المزمور 119 الآية 126 أنه وقت عمل الرب لقد نقضوا شريعتك، وأعلنوا أنه سيكون الأفضل إلغاء منع كتابة الهاجادة عن السماح بضياع الشريعة الشفوية من إسرائيل. GIT 60A TEM 14B. يوجد قول مأثور للربي يوحنان الذي كان يحمل معه دوما هاجادة، هو
اقتباس: لقد قطع عهد من يتعلم الهاجادا من كتاب لا ينساها بسهولة. نهاية الاقتباس. Year Bear V9A. توجد كذلك إشارات متفرقة إلى أعمال هاجادية في مدراش التلمود، ولربما كانت هناك قديما كذلك تجميعات لأساطير وقصص، لأنه من الصعب تصور أن كل هذا الكم الضخم من الأعمال الهاجادية قد انتقل شفويا فقط. هذه الإشارات المتفرقة في مدراش التلمود ترينا أن بدايات كتابة الهاجادة مبكرة جدا، والقليل جدا يعلم عن طبيعة كتب الهاجادة القديمة، ومن المستحيل تحديد الآثار التي تركوها في أدب المدراشيم القديمة. إن المدراشيم الكثيرة المبكرة التي وصلت إلينا بلا ريب قد اندمج بها المدراشيم التفسيرية الأقدم التي كانت تحتوي على أقدم هاجادة، ولا شك أن تلك المدراشيم ترينا طبيعة التفاسير الهاجادية المبكرة وأسلوب خطب العصور القديمة. إن المدراشيم التانائية احتوت على هاجادة مخلوطة بالهلاكة تؤرخ أجزاؤها الأقدم بالقرن الثاني الميلادي، مكتوبة بشكل مؤكد قبل عصر المعلمين التانائيم. أما المدراشيم الهاجادية بشكل صاف فقد كتبت في عصر أكثر تأخرا بعد اكتمال التلمود، وكما يقول العالم بيخر أو بيكر: يمكن للمرء التحدث عن إكمال المدراشيم الهاجادية كما يتحدث عن إكمال التلمود. لقد انقطع الإبداع الهاجادي بنهاية عصر التلمود في بداية القرن الخامس الميلادي، والإضافات التي أضيفت في العصور التالية على كل من التلمود والأعمال الهاجادية التي ألفت بعد ذلك تظل هامشية وغير أساسية. ملاحظة من المترجم مرشد إلى الإلحاد: للإطلاع على المزيد من المعلومات التفصيلية يمكن العودة إلى المقال الأصلي في الموسوعة اليهودية مع روابطه الفرعية، وكذلك مادة الأجادة أو الأجادة في كتاب مدخل إلى التلمود آدين ستاينلاتس، نشر مكتبة مدبولي القاهرة بمصر. في معنى كلمة أبو كريفة تقول دائرة المعارف الكتابية لوليام وهبة: ملاحظة من عندي أن لا أدري بالضبط أين يبدأ الاقتباس، لكنني سأقرأ هذا المقطع بدون كلمة اقتباس. يطلق اسم أبو كريفة على مجموعة من الكتابات الدينية التي اشتملت عليها الترجمتان السبعينية والفولغاتا مع اختلافات لا تذكر، زيادة على ما في الأسفار القانونية عند اليهود وعند البروتستانت، ولكن ليس هذا هو المعنى الأصلي أو الصحيح للكلمة كما سنرى فيما بعد، وإن كان هذا هو مفهومها الجاري الآن. أعتقد أن الاقتباس ينتهي هنا، أنا لا أدري. يقول المؤلف: ويطلق النقاد في العصر الحاضر على مجموعة هذه الكتابات اسم أبوكريفة العهد القديم، لأن بعض هذه الكتب على الأقل كتب باللغة العبرية لغة العهد القديم، كما أنها جميعها أكثر انتماء إلى العهد القديم منها للعهد الجديد، ولكن توجد أيضا أسفار أبوكريفة للعهد الجديد من أناجيل ورسائل إلى آخره. كما أن كلمة أبوكريفة كثيرا ما تطلق الآن على ما يسمى بالكتابات المزيفة، وسميت هكذا لأنها تنسب إلى كتاب لا يمكن أن يكونوا قد كتبوها حقيقة، مثل أخنوخ، إبراهيم، موسى إلى آخره. فهذه الشخصيات المنسوبة إليها هذه الكتب من أشهر الشخصيات في تاريخ إسرائيل، ولا شك في أن الهدف من نسبتها إليهم هو لإضفاء أهمية وأصالة عليها. الاسم أبوكريفة عندما أطلقت كلمة أبوكريفة على الكتابات الدينية كانت تحمل معنى أنها قاصرة على دائرة معينة ضيقة لا يمكن لمن هو خارج هذه الدائرة أن يفهموها، فالكلمة بمعنى خفي، غامض، مبهم، عويص. كان هناك نوعان من المعرفة عند اليونانيين القدماء: النوع الأول يشمل عقائدا وطقوسا عامة لكل الناس، أما النوع الثاني فكان يشمل عقائد وطقوسا غامضة عويصة لا يفهمها إلا فئة متميزة خاصة، ولذلك بقيت مخفية بين علامتي اقتباس عن العامة. ثم أطلقت كلمة أبوكريفة في العصور المسيحية على بعض الكتابات غير القانونية في العهد القديم وكذلك في العهد الجديد،
وبخاصة الكتابات التي تشتمل على رؤى تتعلق بالمستقبل والانتصار النهائي لملكوت الله إلى آخره، إذ أنها أمور تشمو عن فكر البشر وحكمة المطلعين بين علامتي اقتباس. والمسيحية ليس فيها شيء من هذا القبيل، فلا يوجد فيها شيء للعامة وشيء آخر للخاصة المتميزة. فالإنجيل منذ أيامه الأولى يكرز به للفقراء والجهلاء والأغنياء والحكماء، كما أن الكتب المقدسة كانت تقرأ في الكنائس على مسامع الجميع. وكان جيروم توفي حوالي 420 ميلادية، وكيرلس الأورشليمي توفي حوالي 386 ميلادية. هما أول من أطلق لفظ أبوكريفة على ما جاء في الترجمة السبعينية زيادة عما في الأسفار العبرية القانونية. ملاحظة من عندي، حقيقة أن أناجيل مرقس ومتي ولوقا ويوحنا كلها تملك معاني غامضة، ويمكن أنه كان هذا المعنى واردا في الأناجيل، أن هناك معنى ظاهريا للناس ومعنى مخفيا للتلاميذ والمقربين، لأن يشوع بالضبط كان يفعل هذا كما يقول إنجيل مرقس، فيكلم الناس بالأمثال ويكلم التلاميذ بما يريد أن يخبرهم به. نهاية التعليق. يقول المؤلف: ويمكن أن نفهم كيف بدأت مثل هذه الكتابات في الكنيسة الشرقية، متى علمنا أن كثيرين من أتباع الفلسفة اليونانية قبلوا الإيمان المسيحي، وكان من الطبيعي أن ينظروا إليه من خلال الفلسفة القديمة، وقد رأى الكثيرون منهم بعض المعاني الصوفية في الأسفار القانونية، فضمنوا هذه المعاني كتبا خاصة موجودة لفئة متميزة. وعلى نفس هذا المنوال نشأ بين اليهود بجانب الناموس المكتوب، ناموس شفهي يتضمن تعاليم معلمي اليهود التي وضعوها في مرتبة أعلى من سائر الكتب. وقد يجد الإنسان شبيها لذلك في نظرة بعض أتباع الطوائف المختلفة إلى مؤلفاتهم الخاصة، واعتبارها ملزمة لهم أكثر من الكتاب المقدس نفسه. وقد ساعد على حركة تأليف مثل هذه الكتب المذاهب الغنوصية وتعاليمها السرية للخاصة، وقد تأثر هؤلاء الغنوصيون أو الغنوصيون بالصوفية البابلية والفارسية وكتاباتها. ويذكر أكليمندس الإسكندري توفي 220 ميلادية أسماء بعض الكتب السرية للديانة الزردشتية، ولعل أول من أطلق لفظ أبوكريفة على هذه الكتابات الزردشتية. فالمسيحية الشرقية وبخاصة اليونانية نزعت إلى إعطاء الفلسفة المكانة التي يعطيها العهد الجديد والمسيحية الغربية للعهد القديم، ففي ظنهم أن الفلسفة مهدت لديانة المسيح أكثر مما مهد العهد القديم. ثم أصبحت كلمة أبوكريفة تعني كتبا أقل قيمة وأضعف سلطانا من أسفار العهدين القديم والجديد. وقد حدث هذا لسببين: أولا أنه لا يمكن أن يكون قد أوحي لكاتب ممن عاشوا بعد عهد الرسل. ثانيا لا يمكن أن يعتبر أي كتاب قانونيا إلا إذا كانت قد قبلته كل الكنائس، وبذلك اعتبرت الكتابات التي ظهرت في نهاية القرن الثاني وأطلق عليها أبوكريفة للحط من قدرها أنها نبعت أساسا من المذاهب الهرطوقية مثل الغنوصيين، ولم تحظ قط بالقبول لدى مجموع الكنائس. فيقول أوريجانوس توفي 253 للميلاد أنه يجب أن نفرق بين الكتب المسمات أبوكريفة، فالبعض منها يجب رفضه كلية لأنه يحوي تعاليم تناقض تعليم الكتاب. وهكذا نجد أنه من نهاية القرن الثاني أصبحت كلمة أبوكريفة تطلق على ما هو زائف وتافه، وبخاصة الكتابات التي تنسب لأناس لم يكتبوها. ويعارض إيروناوس توفي 202 للميلاد أكليمندس الإسكندري، فيرفض أن يكون للكتابات السرية أي اعتبار، وكان يعتبر وكذلك جيروم فيما بعد أن كلمتي قانونية وأبوكريفة على طرفي نقيض، كما أن تريتليان توفي 230 للميلاد كانت له نفس النظرة، فكلمة أبوكريفة كانت تعني عنده الأسفار غير القانونية. وفي القرون الأولى
كانوا يقسمون هذه الكتب إلى ثلاثة أقسام: 1- كتب يمكن قراءتها في الكنيسة، 2- كتب يمكن قراءتها على انفراد ولكن ليس في الاجتماعات، 3- كتب يجب أن لا تقرأ إطلاقا. وقد أطلق أثناسيوس توفي 373 ميلادية كلمة أفقريفة على هذا القسم الثالث وجعلها مرادفة لكلمة مزيفة. والخلاصة هي: 1- في الكتابات الكلاسيكية الهيلينية كانت كلمة أفقريفة تدل على معنى خفي أو غامض أو عسير الفهم. 2- في بداية عصر الآباء كانت كلمة أفقريفة مرادفة لكلمة كتابات للخاصة، أي لفئة معينة متميزة. 3- في العصور التالية لذلك كانت تستخدم في اليونانية مثل إيروناوس وغيره، وفي اللاتينية جيروم ومن بعده، بمعنى غير قانوني، أي أنها دون الأسفار القانونية. 4- تطلق كلمة أفقريفة عند الكنائس البروتستانتية على الكتب الموجودة في الترجمات السبعينية والفولغاتا، ولكنها لا توجد في الكتاب المقدس العبري. 5- لا يوجد مرادف لكلمة أفقريفة في العبرية بمعنى الكتابة للخاصة أو الكتابة غير القانونية كما ظهرت الكتابات الأفقريفية في اليهودية. هكذا بدأ في الدوائر المسيحية وبخاصة الغنوصية ظهور هذه الكتابات التي زعموا أنها تحتوي على حقائق المسيحية الأعمق، وأنهم تسلموها كتقليد سري من المسيح المقام ومن رسله، وهي جميعها مزيفة وهرطوقية. وعندما بدأ ظهور مفهوم الكنيسة الجامعة كان لابد أن ينظر إلى هذه الكتابات السرية بعين الريبة، فمنعت منعا باتا، ليس فقط لأنها شجعت روح الانقسام في الكنيسة، لكن لأنها كانت عاملا على نشر الهرطقات. وهكذا أصبحت كلمة أفقريفة تعني زائفا وهرطوقيا، وقد استخدمها بهذا المعنى إيروناوس وترتليان كما سبق القول. ملاحظة من عندي: كلمة هرطقة في المسيحية كانت تعني اختيار، أي أن هذا الشخص اختار غير العقيدة الصحيحة، ومن هنا جاءت كلمة هرطقة، وهي مرادفة لكلمة زندقة في الإسلام. يقول المؤلف: ورغم أنها لم تسم جميعها بالهرطقة، فقط اعتبرت غير لائقة للقراءة في اجتماعات العبادة، وإن كان البعض منها يمكن قراءته على انفراد. وبتأثير جيروم اتسع معنى كلمة أفقريفة لتشمل مثل هذه الكتابات التي لا تعترف الكنيسة بها أسفارا قانونية رغم عدم احتوائها على تعليم هرطوقي. وتطلق كلمة أفقريفة بهذا المعنى الواسع على أسفار الأعمال الأفقريفية، ومع أن هذه الأسفار نشأت أصلا في أوساط ذات نزعات هرطوقية، إلا أن نعتها بالأفقريفية لا يعني سوى أنها استبعدت من الأسفار القانونية للعهد الجديد، لأن الكنيسة لم تعترف بصحتها وسلامة مصادرها. وهذا ما يجعلنا نقصر بحثنا على أسفار الأعمال التي تنتمي للقرن الثاني، والذي فيه كان سفر الأعمال الكتابي قد أخذ موضعه في العهد الجديد. عنوان الجزء الأول: اللاهوت. ملاحظة من عندي: كلمة لاهوت في المسيحية هي مرادفة لكلمة علم الإلهيات عند علماء المسلمين. عنوان الهاجادة: مصدر أسطورة عرش الله العائم على المياه. جاء في القرآن: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. سورة هود الآية 7. وجاء في تفسير الجلالين اقتباس: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، نهاية الاقتباس، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وكان عرشه قبل خلقهما على الماء وهو على متن الريح، نهاية الاقتباس. وجد العلامة اليهودي إبراهام جايجر مصدر هذه الأسطورة الإسلامية في تفسيرات اليهود القديمة للتوراة، تحديدا سفر التكوين، فيقول في كتابه اليهودية والإسلام، وهنا النص باللغة الإنجليزية:
وسأقرأ لكم الترجمة. اليهودية والإسلام، إبراهام جايجر، القسم الثاني، الفصل الأول، الباب الثاني، آراء مقتبسة من اليهودية. خلال الخلق كذلك كان عرشه على المياه. هذه الفكرة أيضا مقتبسة من اليهودية الذين قالوا كان عرش مجده آنذاك استقر في الهواء ورفع على المياه بأمر الرب. ربما نوعا ما تصبح واضحة أكثر بتعبير الفرار الذي قال وكانت هذه المياه في وسط الهواء، نهاية الاقتباس. واستند العلامة المسيحي كلير ديزال على ما ذكره جايجر فيقول في كتابه المصادر الأصلية للقرآن، وهنا نص إنجليزي وإليكم الترجمة، بالمثل أيضا في سفر التكوين الفصل الأول الآية 2، كتب المفسر الربي شلوم ويتسحقي راشي، وهو من كبار المفسرين اليهود، هكذا: إن عرش المجد استقر في الهواء وعام على المياه. الهاجادة مصدر لعقيدة رحمتي سبقت غضبي وتصورات أسطورية أخرى للكون. من الفصل الأول خلق العالم، أول الأشياء المخلوقة، The creation of the world, first things created. في البدء بألفي عام قبل خلق السماء والأرض خلقت سبعة أشياء، التوراة مكتوبة بنار سوداء على نار بيضاء وموضوعة في حضن الرب، والعرش الإلهي مقاما في السماء، والذي لاحقا صار فوق رؤوس الحيوت ملائكة، والفردوس عن الجانب الأيمن لله، والجحيم عن الجانب الشمال، والمقدس المعبد السماوي مباشرة أمام الرب. على مذبحه جوهرة منقوش عليها اسم المسيح المنتظر، وصوت ينادي: توبوا يا بني البشر، تهيليم 90:391. بمقارنة هذه النصوص الهاجادية مع نصوص الإسلام، نجد كذلك عدة نصوص قرآنية تتحدث عن أزلية أو قدم القرآن. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، الواقعة من 77 إلى الآية 80. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، البروج الآيات 21-22. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، البقرة الآية 185. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، الفرقان الآية 32. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، الإسراء الآية 106. وفي صحيح مسلم عن أول أعمال الخلق الحديث 2653، حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو ابن سرح، حدثنا ابن وهب، أخبرني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. والحديث 2648، حدثنا أحمد ابن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء سراقة ابن مالك بن جشعم قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا، كأن خلقنا الآن فيما العمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقالوا: اعملوا فكل ميسر، نهاية الحديث. وعن عرش الله نقرأ في القرآن مثلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، الحديد الآية 4. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، الأعراف الآية 54. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء،
ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هود الآية 7. وقد ورد ذكر العرش كتجسيد فجل الله الوهمي في كثير من أسفار الكتاب اليهودي كسفر أشعياء وحزقيال ودانيال. بعض الأحاديث الضعيفة في الإسلام تذكر أن عرش الله مكتوب عليه اسم الرسول محمد، وتبدو لاهوتيا فكرة سخيفة حقا أن أي بشر وهو كذرة صغيرة وسط كون متسع بلا حدود يكون اسمه موجودا منذ الأزل مع ذات الإله الوهمية الأزلية كما يعتقدون الترك. هذا مقتبس من فكرة اسم المسيح اليهودي المنتظر على المذبح السماوي. في الوفاء بفضائل المصطفى للحافظ ابن الجوزي عن ميسرة قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: لما خلق الله الأرض واستوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وخلق العرش، كتب على ساق العرش محمد رسول الله خاتم الأنبياء، وخلق الله الجنة التي أسكنها آدم وحواء فكتب اسمي على الأبواب والأوراق والقباب والخيام، وآدم بين الروح والجسد، فلما أحياه الله تعالى نظر إلى العرش فرأى اسمي فأخبره الله أنه سيد ولدك، فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسمي إليه. نهاية الاقتباس. تعليق من عندي، كان باقي شوية ويقول أن اسمه كان مكتوب على مؤخرة آدم. يقول المؤلف وفي الجزء الخامس الصفحة 62 بملاحظات لويس جيزنبرغ الفقرة الأخيرة يرد قول منسوب لله الوهمي: لقد فتحت أنطقت فم ولسان كل البشر لكي يسبحوني يوميا ويعرفوني كملك على أركان الأرض الأربعة، إذ لولا ترانيم وغناء التسبيح اليومي لما كنت خلقت العالم. قارن مع ما جاء في القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الذاريات الآيات 51-58، وهي طبعا فكرة شمولية مسممة للحياة بحيث لا يغدو هناك هدف حياتي عظيم أو ممتع سوى التقديس لكيان وهمي مستلب للذات ولحرية الفكر والتسامح مع الآخرين. وتشجع شمولية الفكر والإيمان الأعمى التقليدي المعتاد. اقتباس: السماء الرابعة تحتوي أورشليم السماوية سويا مع المعبد الذي به الملاك ميخائيل يخدم ككاهن أعلى ويقدم أرواح الصالحين كقرابين. نهاية الاقتباس. مراجع هذا النص ذكرناها بمراجع أسطورة السماوات 7 بنفس هذا الموضوع. هذه الفكرة عن وجود معبد أصلي سماوي مماثل للأرض نشأت كعزاء بعد هدم الهيكل الثاني على يد تيتوس الرومي 70 للميلاد. نصوص كثيرة يوردها لويس في كتابه حول هذه الفكرة، وهي توجد كذلك في بعض أسفار الأبوكريفة كسفر أخنوخ وغيره. وبعض النصوص الهاكادية تذكر أن قرابين ميخائيل هي التسابيح، وهذا كله يدل ويؤكد على فكرتنا من أنها عقيدة وأسطورة نشأت بسبب هدم الهيكل، وأن كثرة من النصوص في كتاب لويس جيزنبرغ لتؤكد على أنه قد أوحي للأنبياء أنه حينما سيهدم المعبد سيقبل الله التسابيح والصلوات والصدقات للفقراء كقرابين للمعبد بدلا عن الذبائح. واللاهوت الربيني كله وطقوسه يقومان على هذه الفكرة كما أرى كمبرر لتطوير الديانة وإلغاء فكرة القرابين التي يتم ذبحها ثم حرق أجزاء منها لله والآخر يعطى للكهنة كطعام لتقدم البشرية، وأنها صارت تقاليدا بدائية عتيقة. وقد وجدوا في بعض النصوص العهد القديم مسوغات وإن متعسفة نوعا ما لهذه الأطروحات اللاهوتية، مثل اقتباس: ذبيحة الأشرار مكرهة الرب وصلاة المستقيمين مرضاته، سفر الأمثال الفصل 15 الآية 8، ذبيحة الشرير مكرهة فكم بالحري حين يقدمها بغش، الأمثال الفصل 21 الآية 7، فلك أذبح ذبيحة حمد وباسم الرب أدعو، المزمور 116 الآية 17.
بذبيحة وتقدمة لم تسر أذني، فتحت محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. المزمور 40 الآية 6. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم، وليذبحوا له ذبائح الحمد، وليعدوا أعماله بترنم. المزمور 107 الآية 22. والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم للرب. المزمور 27 الآية 7. يا ربي افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لا تسر بذبيحة، وإذا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة القلب المنكسرة، والمنسحق يا الله لا تحتقره. المزمور 51 الآيات 16 إلى 18. أما ذبائح تقدماتي فيذبحون لحما ويأكلون الرب لا يرتضيها إلا أن يذكر إثمهم ويعاقب خطيئاتهم، إنهم إلى مصر يرجعون. هوشع الفصل الثامن الآية 13. وقد ورد في القرآن القسم على لسان الإله الخرافي والبيت المعمور، الطور الآية 4. وواضح أن مقصود محمد كان الكعبة في مكة، كونها معمورة بالحجاج من كل أرض جزيرة العرب لعمل طقوسهم لهبل والله واللات والعزة وغيرها من أوثان منذ قديم الزمن. لكن المفسرين اللاحقين أوردوا في الأحاديث المشهورة بالبخاري ومسلم وأحمد ابن حنبل وسائر كتبهم عن أن البيت المعمور بيت بالسماء مماثل لكعبة الأرض، يحجه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون له. انظر البخاري الحديث 3207. اقتباس: فأتينا السماء السابعة، قيل من هذا؟ قيل جبريل، قيل من معك؟ قيل محمد، قيل وقد أرسل إليه مرحبا به ولا نعم المجيء. جاء فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعود إليه آخر ما عليهم. نهاية الاقتباس. وقد درجت عادة اللاحقين غير الفاهمين للغة والمنطق بعصور الإضمحلال الفكري على هكذا تفسيرات خرافية لنصوص القرآن، فكلمة الكوثر بالقرآن أي الكثير والوفير تصير نهرا في الجنة، وويل المصلين أي هلاك وثبور يصبح اسم واد في جهنم. واقتربت الساعة وانشق القمر التي هي مشابهة لي، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، تصبح معجزة خرافية منسوبة لمحمد بأنه شق القمر أمام أعين كل البشر، وهو كلام هزلي، فلو حدث ذلك لآمن كل الناس بخرافاته المضحكة ونصوصه الإرهابية الشمولية الرجعية، وهو غير حادث. نلاحظ كذلك أن كثيرا من نصوص تفاسير القرآن هي نقل من الهاجاديات بصورة مباشرة، كوصف بعضهم لأنهار نارية تنبع من تحت عرش الله تعذب الكافرين في جهنم. والبيت المعمور معروف عند الشيعة في كتب حديثهم، انظر الكافي باب بدء البيت والطواف وباب علة الحرم، وكيف صار هذا المقدر حديث رقم 26747، وباب النوادر حديث 6، وفي بحار الأنوار الجزء 18 أحاديث المعراج، ومنه مثلا عن تفسير القمي في بحار الأنوار الصفحة 119 حديث 34، وعن علل الشرائع الجزء الثاني صفحة 314. اقتباس: ثم اجتمعت الملائكة فقالوا للنبي أين تركت أخاك وكيف هو؟ فقال لهم أتعرفونه؟ فقالوا نعم نعرفه وشيعته، وهو نور حول عرش الله، وأن في البيت المعمور لرقا من نور، فيه كتاب من نور، فيه اسم محمد وعلي والحسن والحسين والأئمة وشيعتهم، لا يزيد فيهم رجل ولا ينقص منهم رجل، إنه لميثاقنا الذي أخذ علينا، وإنه لا يقرأ علينا في كل يوم جمعة. فسجدت لله شكرا، فقال يا محمد ارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا أطناب السماء قد خرقت والحجب قد رفعت، ثم قال لي طأطئ رأسك وانظر ماذا ترى، فطأطأت رأسي فنظرت إلى بيتكم هذا وحرمكم هذا
فإذا هو مثل حرم ذلك البيت يتقابل لو ألقيت شيئا من يدي لم يقع إلا عليه. فقال لي يا محمد هذا الحرم وأنت الحرام لكل مثل مثال إلى آخره. في رواية الكافي فنظرت إلى بيت مثل بيتكم هذا وحرم مثل حرم هذا البيت. نهاية الاقتباس. جاء في كتاب أساطير اليهود فصل الخلق اليوم الأول اقتباس: لم يكن هذا العالم المسكون بالبشر أول الأشياء التي خلقها الرب، فقد عمل عوالم عديدة قبل خاصتنا، لكنه دمرهم كلهم لأنه لم يسعد بأي شيء حتى خلق خاصتنا. لكن حتى هذا العالم الأخير ما كان ليستمر لو كان الرب قد نفذ خطته الأصلية لحكمة طبقا لمبدأ العدل الصارم. فقط لما رأى أن العدل وحده سيقوض العالم ضم الرحمة إلى العدل وجعلهما يحكمان سوية. هكذا فمنذ البدء سادت كل الأشياء الطيبة الإلهية. بدون هذا ما استمر شيء بالوجود، وبدون هذا كانت عشرات الآلاف من الأرواح الشريرة قضت على أجيال البشر. لكن طيبة الرب قدرت أن في كل نيسان عند وقت الاعتدال الربيعي يقترب السيرافيم، ملاحظة المترجم، الملائكة خدام الرب من عالم الأرواح ويرعبونهم بحيث يخافون من عمل أذى للبشر. كذلك لو لم يكن الرب في طيبته قد أعطى حماية للضعيف لكانت الحيوانات الأليفة استؤصلت من قبل الحيوانات الوحشية. في تموز عند وقت الانقلاب الصيفي عندما تكون قوة البهيموث في ذروتها يهدر بصوت عالي بحيث تسمعه كل الحيوانات، ولسنة كاملة يرتعبون ويجفنون وتصبح أفعالهم أقل شراسة من طبيعتها. وكذلك في تشرين عند وقت الاعتدال الخريفي يخفق الطائر الضخم الزيز بجناحيه ويطلق صياحه بحيث تفزع كل الجوارح النسور والصقور ويخافون من الانقضاض على الآخرين لإهلاكهم في شرهم. وكذلك بدون الطيبة الإلهية لكان العدد الضخم من الأسماك الكبيرة سريعا ما قضى على الصغيرات. لكن عند وقت الانقلاب الشمسي الشتوي فعند شهر طيبيت يضطرب البحر إذ يبت ليوثان الماء إلى الأعلى، فترتبك الأسماك الكبيرات وتكبح شهوتها وتهرب الصغيرات من ضراوتهم. ختاما فإن طيبة الرب تظهر نفسها في حفظه شعبه إسرائيل، فما كان لينجو من عداوة الوثنيين لو لم يعين الرب حاميين له. الملائكة الرئيسين ميخائيل وجبرائيل كلما عصت إسرائيل الرب واتهمت بالشرور من قبل ملائكة الأمم الأخر يدافع عنها من قبل ملائكيها الحارسين، والنتيجة الجيدة لذلك أن الملائكة الآخرين يصيرون يحملون الخوف منهما حالما يرتعب ملائكة الأمم الأخر. لا تتجرأ الأمم أنفسها على تنفيذ خططها الشريرة ضد إسرائيل. كذلك فلتحكم طيبة الرب على الأرض كما في السماء، فملائكة الهلاك مخصص لهم مكان عند الطرف الأقصى السماء لا يمكنهم التحرك منه، بينما يحيط ملائكة الرحمة بعرش الرب تحت أمره. نهاية الاقتباس. مقارنة مع نصوص الإسلام: سواء القرآن أو الكتاب المقدس اليهودي كلاهما حافلان بذكر صفة الرحمة لله، على النقيض من تصورهما الدموي لإله زعيم شعوب بدوية مغيرة تقتل الرجال وتسبي النساء والأطفال وتنهب الأموال والأملاك تحت تبرير سخيف يقول كالنكتة الله أمر بتلك القاذورات. لا يتسع المجال هنا لسرد كل الآيات والأحاديث المتحدثة عن رحمة الله حسب معتقد الإسلام، ولكن لنذكر منها نموذجا هاما ربما كان النص الهاجادي السابق مصدرا له. روى أصحاب كتب الأحاديث واللفظ للبخاري الحديث 7422: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه أن رحمتي سبقت غضبي. الحديث 7554: حدثني محمد بن أبي غالب حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا معتمر سمعت أبي يقول
حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. نهاية الحديث. يوجد تناقض بسيط بين روايتي البخاري لا يضر المعنى كثيرا، لكنه في إطار نقلنا لنص يزعم أنه مقدس، فهذا التناقض طعنة في قداسته المزعومة. هل كان ذلك بعد الخلق أم قبله؟ وروى مسلم في صحيحه الحديث 2751: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، أن رحمتي تغلب غضبي. الحديث 2751: حدثني زهير بن حرب، حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي. الحديث 2751: حدثنا عدي بن خشرم، أخبرنا أبو ضمر عن الحارث ابن عبد الرحمن عن عطاء ابن ميناء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده، إن رحمتي تغلب غضبي. ورواه أحمد بن حنبل بما لا حاجة لتكراره. تعليق من عندي: يبدو أن الله أيضا كان ينسى، لذلك كتب ذلك الكتاب حتى لا ينسى أن رحمته سبقت غضبه. ولله في جنونه أعجب. يقول المؤلف: جاء في كتاب أساطير اليهود الخلق اليوم الأول: Paradise on the right side of God, Hell on the left side. الفردوس عن الجانب الأيمن للرب، والجحيم عن جانبه الأيسر. هذا مماثل لنصوص الإسلام، فهو يذكرنا هذا بالتعبير القرآني الذي يرد كثيرا: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. وروى أحمد بن حنبل الحديث 21062: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبد الله ابن المثنى، حدثنا البراء الغنوي، حدثنا الحسن عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فقبض بيديه قبضتين فقال: هذه في الجنة ولا أبالي، وهذه في النار ولا أبالي. وفي الحديث 26216: حدثنا هيثم، وسمعته أنا منه قال: حدثنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال الذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال الذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. تعليق من عندي: لاحظ بشاعة هذا الإله القاسي عديم الرحمة الذي يقرر منذ الأزل من يذهب إلى جهنم ومن يذهب إلى الجنة. الحديث 22674: حدثنا حسن ابن موسى وعفان قالا: حدثنا حماد ابن سلمة عن عاصم ابن بهدلة عن المسيب ابن رافع عن خرشة ابن الحر قال: قدمت المدينة فجلست إلى شيخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شيخ يتوكأ على عصا له، فقال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فقام خلف سارية فصلى ركعتين فقمت إليه، فقلت له: قال بعض القوم كذا وكذا، فقال: الجنة لله عز وجل يدخلها من يشاء، وإني رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، رأيت كأن رجلا أتاني فقال: انطلق، فذهبت معه فسلك بي منهجا عظيما، فعرضت لي طريق عن يساري فأردت أن أسلكها، فقال: إنك لست من أهلها، ثم عرضت لي طريق عن يميني فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق، فأخذ بيدي فزجل بي فإذا أنا على ذروته، فلم أتقار ولا أتماسك،
فإذا عمود من حديد في ذروته، خلقه من ذهب فأخذ بيدي فزلزل بي حتى أخذت بالعروة، فقال استمسك، فقلت نعم، فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رأيت خيرا، أما المنهج العظيم فالمحشر، وأما الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار ولست من أهلها، وأما الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة، وأما الجبل الزرق فمنزل الشهداء، وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام، فاستمسك بها حتى تموت. قال فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة. قال وإذا هو عبد الله بن سلام. نهاية الحديث المضحك. ورواه البخاري الحديث 3813. حدثني عبد الله بن محمد حدثني أزهر السمان عن ابن عون عن محمد عن قيس ابن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته، فقلت إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة، قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذاك، رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وحضرتها، وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة، فقيل لي أرقى، قلت لا أستطيع، فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، فأخذت بالعروة فقيل له استمسك، فاستيقظت وإن هذا في يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقة، فأنت على الإسلام حتى تموت، وذاك الرجل عبد الله بن سلام، وقال لي خليقه حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال وصيف مكان منصف. نهاية الحديث. وروى أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم واللفظ لأحمد. الحديث 20326. حدثنا عبد الله حدثنا محمد ابن إسحاق ابن محمد المسيبي حدثنا أنس بن عياض عن يونس ابن يزيد قال قال ابن شهاب قال أنس بن مالك كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، فلما جاء السماء الدنيا افتتح، فقال من هذا؟ قال جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد. قال أرسل إليه؟ قال نعم، فافتح. فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، وإذا نظر قبل يمين يتبسم، وإذا نظر قبل يساره بكى. قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت لجبريل عليه السلام من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله تسم بنيه، فأهل اليمين هم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال ثم عرج بي جبريل عليه السلام حتى جاء السماء الثانية، إلى آخر الحديث. نهاية الاقتباس. طبعا هذه أحاديث مضحكة فعلا، كيف أن محمد يمدح نفسه كل هذا المديح وهم يصدقونه؟ لا لشيء سوى أنه يزعم ذلك. يقول المؤلف مصادر مسألة كون الجنة عن اليمين والنار عن اليسار، نقرأ أشياء مماثلة في قصة صعود إبراهيم الأفقريفية، ونريد هنا كذلك مرجع لويس جيزنبرغ تهليم 9391. أحد الكتب الأفقريفية التي كانت توجد قديما واندثرت كل نسخها يدعى أفقريفون حزقيال، أفقريفون أوف إزيكل، أو السفر المخفي أو الزائف المنسوب لحزقيال النبي، ولم يعثر على أي مخطوطات لهذا السفر المندثر، لكن لدينا منه شذرات في بعض كتابات آباء الكنيسة،
فنقرأ برسالة كليمنت الرومي الأولى 1 كليمنت 8:2-3. أجل وقد تحدث الرب الكون نفسه بخصوص التوبة مع قسم، لأنه كما أنني حي يقول الرب فإنني لا أبتغي هلاك الآثم أكثر من توبته. وأضاف أيضا حكما رحيما: توبوا يا بيت إسرائيل من آثامكم، قل لبني شعبي لو كانت آثامكم تصل من الأرض حتى إلى السماء، وحتى لو كانت أحمر من القرمز وأسود من الخيش، وعدتم إلي بكل قلوبكم وقلتم أبتي فسأصغي لكم كشعب مقدس. نهاية الاقتباس. نرى في هذا النص تشابها مع الأفكار والتصورات التي ترد في بعض الأحاديث الإسلامية المنسوبة لمحمد، والتي قالها هو أو قالها أتباعه مقلدينه في نقل تراث اليهود والمسيحيين. روى الإمام مسلم الحديث 2687. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا واكيع، حدثنا الأعمش عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها، أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. قال إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر، حدثنا وكيع بهذا الحديث. نهاية الحديث. وروى أحمد بن حنبل الحديث 21311. حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن منصور عن ربعي بن حراش عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: يا ابن آدم، لو عملت قراب الأرض خطايا ولم تشرك بي شيئا جعلت لك قراب الأرض مغفرة. نهاية الحديث. تعليق من عندي: وهنا يأتي مسلم ويقول للملحد: لماذا لا تنكح كذا وكذا؟ نفس الشيء مردود على المسلم هنا، فهو مباح له ارتكاب كل الجرائم ثم يغفر الله له لأنه موحد. يضيف المؤلف: إسناده صحيح على شرط الشيخين، منصور هو ابن المعتمر، وأخرجه البزار في مسنده 3990، والحاكم المجلد الرابع 246، من طريق محمد ابن محبب عن إبراهيم ابن طهمان بهذا الإسناد مطولا بنحو الرواية الآتية برقم 21360، وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد 433 و434 من طريق سالم ابن أبي جعد وابن حبان 226 من طريق عبد العزيز بن الرفيع، كلاهما عن المعرور ابن سويد، وأخرجه البزار 3989 من طريق محمد ابن محبب عن إبراهيم ابن طهمان عن منصور عن لاحق بن حميد عن المعرور به، وسيأتي مطولا ومختصرا بالأرقام 21315، 21316، 21360، 21377، 21565، وسيأتي من طريق معدي كرب بالأرقام 21472 و21505 و21506، ومن طريق أبي معروف برقم 21321، ومن طريق عبد الرحمن بن غنم برقم 21368، ثلاثتهم عن أبي ذر. الحديث 21315. حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا عاصم عن المعرور ابن سويد أن أبا ذر قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ملاحظة من عندي: لاحظ أن لقب الصادق يشبه لقب الصدوقيين عند اليهود أيضا. تكملة الحديث: فيما يروى عن ربه عز وجل أنه قال: الحسنة بعشرة أمثالها أو أزيد، والسيئة بواحدة أو أغفر، ولو لقيني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة.
قال: وقراب الأرض ملء الأرض. حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم، وهو ابن بهدلة وقد تبع. عفان هو ابن مسلم، وهمام هو ابن يحيى العوذي، وأخرجه الحاكم المجلد الرابع 241 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن همام بهذا الإسناد، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. الحديث 21360. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عمل حسنة فله 10 أمثالها أو أزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. نهاية الحديث. إسناده صحيح على شرط شيخين، وسيتكرر برقم 21488. وأخرجه الحسين المروزي في زوائده على زهد ابن المبارك 1035، ومسلم 2687 من طريق أبي معاوية بهذا الإسناد، وأخرجه مسلم 2687، وابن ماجة 3821، والبزار في مسنده 3988، وأبو عوانة في الدعوات كما في الإتحاف الجزء 14 الصفحة 199، وإبراهيم بن محمد بن سفيان في زوائده على صحيح مسلم بأثر الحديث 2687، وابن منده في الإيمان 78، والبيهقي في الأسماء والصفات الصفحة 209-210 و407، وفي الشعب 1043 و7047 و7048، والبغوي 1253 من طرق عن الأعمش به، وأخرجه الطيالسي 464، والبزار في مسنده 3999 من طريق محمد بن جعفر، كلاهما الطيالسي ومحمد عن شعبة عن واصل ابن حيان الأحدب عن المعرور عن أبي ذر قال: قال الله فذكره، وقال الطيالسي عقبة لم يرفعه شعبة عن واصل، ورفعه الناس عن الأعمش عن المعرور. الأحاديث علاه صحيحة الإسناد كما حكم بذلك علماء الحديث المسلمون، وقد ورد بإسناد اعتبره ضعيفا وفقا لعلم الجرح والتعديل الخزعبلي المشهور. 21472. حدثنا عارم حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا غيلان عن شهر بن حوشب عن معدي كرب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال: ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك. ابن آدم، إن تلقني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد أن لا تشرك بي شيئا. ابن آدم، إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر لك ولا أبالي. نهاية الحديث. حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف. شهر بن حوشب ضعيف، وقد اختلف عليه في الحديث كما سيأتي. ومعدي كرب وهو الهمذاني المشرقي لم يروى عنه غير اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين. عارم هو محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي، وغيلان هو ابن جرير المعولي، وأخرجه الدارمي 2788 عن عارم بهذا الإسناد، وأخرجه أبو عوانة في البر والصلة كما في إتحاف المهرة الجزء 14 الصفحة 195، والبيهقي في الشعب 1042 من طريق عن مهدي بن ميمون به، وأخرجه أبو عوانة أيضا من طريق سريج عن مهدي عن هشام بن عروة عن شهر به، وسلف برقم 21368 من طريق الشهر عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر، وأخرجه البيهقي في الشعب 1040 من طريق العلاء بن زيد عن شهر عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. قلنا والعلاء متروك، وانظر ما سلف برقم
21311 و21367 و21420. عنان السماء هو السحاب. يذكر لويس جيزنبرغ في فصل الخلق اليوم الأول أن في السماء السادسة ثلج مكوم هناك وبرد، وفي السابعة يوجد ضمن ما يوجد الندى الذي سيحيي الله به الموتى في يوم البعث، وأن الله قد خلق مقابل سبع سماوات سبع أرضين. ويسرد النص أسطورة طويلة عن الأراضي الستة الأخرى غير أرضنا وكائناتها الغريبة مع تصور جغرافي أسطوري، وأن السفر من الأرض للسماء يستغرق 500 سنة، وهكذا من سماء إلى أخرى. قارن بالنصوص الإسلامية عن تلك العقائد. اقتباس: ألم تر أن الله يرجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار. النور الآية 43. وروى البخاري الحديث 4814. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قال 40 سنة؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. ويبدأ كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق. والحديث 4935. حدثني محمد أخبرني أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قال 40 يوما؟ قال أبيت. قال 40 شهرا؟ قال أبيت. قال 40 سنة؟ قال أبيت. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فيثبتون كما يثبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلأ إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. نهاية الحديث. وروى مسلم 2955. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، قالوا ليس من الإنسان شيء إلا يبلأ إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. ملاحظة من عندي: هذا الاعتقاد وارد أيضا في التلمود من أن الإنسان سيخلق مرة ثانية من عظمة ذنب العجب، فالإسلام هنا لم يأتي بأي شيء جديد. الحديث 2955. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. الحديث 2955. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا فيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب. نهاية الحديث. وإليك هذه الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الطلاق الآية 12. يقول المؤلف: وحديث عجب الذنب عند الشيعة له تلميحات، ففي بحار الأنوار الجزء السابع صفحة 20 حديث 19 من تفسير الإمام في تفسيره لقصة ذبح البقرة قال عليه السلام في قصة ذبح البقرة فأخذوا قطعة وهي عجب الذنب الذي منه خلق ابن آدم وعليه يركب إذا أريد خلقا جديدا فضربوه بها. وفي الجزء 13 الصفحة 105
حديثي 6 و7 عن تفسير العياشي وتفسير الإمام، وفي الجزء 13 في تفسيره لقصة قتيل سورة البقرة. وقال سعيد ابن جبير بعجب ذنبها، وقال يمان ابن رئاب وهو أولى التأويلات بصواب، وفي الهامش في المصدر وهو أولى التأويلات بصواب لأن عجب الذنب أساس البدن، لكن سعيد ابن جبير على حد علمه محسوب من أهل السنة من جيل التابعين. وروى أحمد بن حنبل الحديث 6561. حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى مثل جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها. حدثناه الحسن بن عيسى أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا سعيد بن يزيد أبو شجاع عن أبي السمح عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال فريق شعيب الأرناؤوط إسناده حسن، ورواه الترمذي 2558. وعند الشيعة في تفسير مجمع البيان للطبرسي وفي قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أي يدبر الأمور كلها ويقدرها على حسب إرادته فيما بين السماء والأرض، وينزله مع الملك إلى الأرض ثم يعرج إليه، أي يصعد الملك إلى المكان الذي أمره الله تعالى أن يصعد إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، أي يكون مقداره لو سار غير الملك 1,000 سنة مما يعده البشر 500 عام نزولا و500 عام صعودا. والحاصل أنه ينزل الملك بالتدبير أو الوحي ويصعد إلى السماء فيقطع في يوم واحد من أيام الدنيا مسافة 1,000 سنة مما تعدونه أنتم، لأن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام لابن آدم. وقيل معناه أنه يدبر الله سبحانه ويقضي أمر كل شيء 1,000 سنة في يوم واحد ثم يلقيه إلى ملائكته، فإذا مضى 1,000 سنة قضى 1,000 سنة أخرى ثم كذلك أبدا. وقيل معناه يدبر أمر الدنيا فينزل القضاء والتدبير من السماء إلى الأرض مدة أيام الدنيا ثم يرجع الأمر ويعود التدبير إليه بعد انقضاء الدنيا وفنائها حتى ينقطع أمر الأمراء وحكم الحكام وينفرد الله بالتدبير في يوم كان مقداره 1,000 سنة وهو يوم القيامة. فالمدة المذكورة مدة يوم القيامة إلى أن يستقر الخلق في الدارين. فأما قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة فإن المقامات في يوم القيامة مختلفة. وقيل أن المراد بالأول أن مسافة الصعود والنزول إلى سماء الدنيا في يوم واحد للملك مقدار مسيرة 1,000 سنة لغير الملك من بني آدم، وإلى السماء السابعة مقدار 50,000 سنة. وقيل إن 1,000 سنة للنزول والعروج و50,000 سنة مدة القيامة. وفي الجزء 11 الصفحة 111 الحديث 3 ينقل عن تفسير القمي حدثني أبي عن ابن أبي عمير عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى غضب على ملك من الملائكة فقطع جناحه وألقاه في جزيرة من جزائر البحر، فبقي ما شاء الله في ذلك البحر. فلما بعث الله إدريس عليه السلام جاء ذلك الملك إليه فقال يا نبي الله أدعو الله أن يرضى عني ويرد علي جناحي. قال نعم، فدعا إدريس ربه فرد الله عليه جناحه ورضي عنه. قال الملك لإدريس ألك إلي حاجة؟ قال نعم، أحب أن ترفعني إلى السماء حتى أنظر إلى الملك الموت فإنه لا تعيش لي مع ذكره. فأخذه الملك إلى جناحه حتى انتهى به إلى السماء الرابعة، فإذا ملك الموت جالس يحرك رأسه تعجبا. فسلم إدريس على ملك الموت وقال له ما لك تحرك رأسك؟ قال إن رب العزة أمرني أن أقبض روحك بين السماء الرابعة والخامسة. فقلت ربي كيف يكون هذا
وغلظوا السماء الرابعة مسيرة 500 عام، ومن السماء الرابعة إلى السماء الثالثة مسيرة 500 عام، ومن السماء الثالثة إلى الثانية مسيرة 500 عام، وكل سماء وما بينهما كذلك، فكيف يكون هذا؟ ثم قبض روحه بين السماء الرابعة والخامسة، وهو قول هود، ورفعناه مكانا عليا. قال: وسمي أدريس لكثرة دراسة الكتب. وفي الصفحة 124 الحديث 5 عن تفسير القمي: حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بقي نوح في قومه 300 سنة يدعوهم إلى الله فلم يجيبه، فهم إن يدعوا عليهم فوافاه عند طلوع الشمس 12,000 قبيلا من قبائل الملائكة سماء الدنيا، وهم العظماء من الملائكة. فقال لهم نوح: ما أنتم؟ فقالوا: نحن 12,000 قبيل من قبائل ملائكة السماء الدنيا، وأن غرض مسيرة سماء الدنيا 500 عام، ومن سماء الدنيا إلى الدنيا مسيرة 500 عام، وخرجنا عند طلوع الشمس ووافيناك في هذا الوقت، فنسألك أن لا تدعو على قومك، إلى آخره. وفي أجزء 18 الصفحة 125 الحديث 40 عن الأمالي للصدوق: حدثني أبي عن سعد عن البرقي عن أبيه عن خلف ابن حماد عن أبي الحسن العبدي عن الأعمش عن عباية ابن ربعي عن عبد الله بن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء انتهى به جبرائيل إلى نهر يقال له النور، إلى آخره. قوله: فعبر رسول الله صلى الله عليه وآله حتى انتهى إلى الحجب، والحجب 500 حجاب، من الحجاب إلى الحجاب مسيرة 500 عام. ثم قال: تقدم يا محمد. فقال له: يا جبرائيل، ولما لا تكون معي؟ قال: ليس لي أن أجوز هذا المكان. وفي أجزء 55 الصفحة 15 باب الحجب والأسار حديث 1 عن كتاب التوحيد والخصال عن أحمد بن الحسن القطان عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان عن بكر بن عبد الله عن تميم بن بهلول عن نصر بن مزاحم المنقري عن عمرو بن سعد عن أبي مخنف لوط بن يحيى عن أبي منصور عن زيد بن وهب قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الحجب، فقال: أول الحجب 7، غلظ كل حجاب منها مسيرة 500 عام، وبين كل حجابين مسيرة 500 عام، والحجاب الثاني 70 حجابا، بين كل حجابين مسيرة 500 عام. وأورد المجلسي في بحاره كذلك الحديث نقلا عن كتب السنة من تفسير الدر المنثور الجزء 55 الصفحة 35 و37 أحاديث 20 و25 و27 وفي الصفحة 39 حديثا 49 و50 تفسير لابن عباس لآية يوم كان مقداره 1000 سنة. عنوان: الهاجادة مصدر أسطورة والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. يقول المؤلف: في التلمود البابلي The Babylonian Talmud في الترجمة الإنجليزية المختصرة لروتكنسون في الكتاب 8 تراكتاتا سانهادرين الفصل 11 هجادة صفحة 272 سأل أنطونيوس ثانيا الربي: لماذا تظهر الشمس في الشرق وتأفد في الغرب؟ فأجابه: لو كانت العكس لسألت نفس السؤال. أجابه أنطونيوس: أقصد القول، لماذا تقبع في الغرب؟ فلتظل تتحرك بلا منكوث إلى أن تصل إلى موضع إشراقها. فأجابه: لأجل التحية بالسلام لخالقها، لأن السكينة في الغرب. فأجاب أنطونيوس ثانيا: فلترحل إلى منتصف السماء فتحير الرب وتظل هناك. فأجابه الربي: هذا سيؤذي العمال والسائرين في الطرقات. سنهدرين 9 LA. وفي كتاب أساطير اليهود للويس جيزنبرغ تحت عنوان استلام موسى التوراة من فصل إعداد الأباء نرى أسطورة عن أن موسى بعد صعوده إلى جبل سيناء صعد منه إلى السماء إلى الرب واستلم منه التوراة شخصيا. عنوان: ولنترجم بعض الفقرات الهامة. ثم جاء موسى إلى حشود من ملائكة الرعب الذين يحيطون بعرش الجلالة
وهم الأقوى والأكثر جبروتا بين الملائكة. هؤلاء حينئذ تمنوا حرق موسى بأنفاسهم النارية، لكن الرب نشر تألق عظمته على موسى وقال له أمسك بشدة عرشي، وجاوبهم. عندما صار الملائكة مدركين وجود موسى في السماء قالوا لله ماذا يفعل الذي ولد من امرأتهن هنا؟ وأجاب الله كالتالي لقد جاء لاستلام التوراة. فاستمر الملائكة وقالوا عداوة على ذلك يا رب أقنع نفسك بالكائنات السماوية، دعهم يأخذون التوراة، ماذا ستكون أنت بالمقارنة مع سكان التراب؟ ثم يجيبهم موسى بسرد تعاليم التوراة التي هي مخصصة للبشر وأمورهم، ويسألهم على كل نقطة فيها مكتوب في التوراة وصية كذا لعلكم تحتاجونها، إلى آخر الحوار الطويل. خططت دراسة موسى في السماء للتوراة لمدة 40 يوما، بحيث في النهار كان الرب يتدارس معه التعاليم المكتوبة وفي الليل الشفوية. بهذه الطريقة كان قادرا على التفرقة بين الليل والنهار، لأن في الجنة الليل مثل النهار يضيء. المزمور 139 الآية 12 مترجم. كانت هناك علامة أخرى بها قدرة على تمييز الليل عن النهار، إذا سمع الملائكة يسبحون الرب بقدوس قدوس قدوس رب الجنود علم أن هذا هو النهار، فكان إذا سبحوه مباركا ليكون الرب لمن يستحقون البركة علم أن هذا هو الليل. ثم أيضا إذا رأى الشمس تمثل أمام الرب وتسجد أمامه علم أنه الليل. إذن من ناحية أخرى سجد القمر والنجوم عند قدميه علم أنه النهار. كان قادرا كذلك على معرفة الوقت بعمل الملائكة، لأنه في النهار يجهزون المن لإسرائيل وفي الليل يرسلونه إلى الأرض. كذلك جعلته الصلوات التي سمعها في السماء يعرف الوقت، إذ إذا سمع تلاوة سلاه تسبق الصلاة علم أنه النهار، لكن إذا سبقت الصلاة تلاوة سلاه يكون الليل. إذن نقارن مع نصوص الإسلام. جاء في القرآن والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، سورة ياسين الآية 38. وروى البخاري الحديث 4802. حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله تعالى والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الحديث 3199. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها أرجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. الحديث 4803. حدثنا الحميدي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. وروى مسلم الحديث 159. حدثنا يحيى ابن أيوب وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن ابن علية قال ابن أيوب حدثنا ابن علية حدثنا يونس عن إبراهيم ابن يزيد التيمي سمعه فيما أعلم عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش
فتقر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم ذاك الحين؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تعليق من عندي: هذه الأحاديث مضحكة بالفعل، لأنها تظهر مدى خباثة استغلال جهل محمد لأتباعه والآخرين. الحديث 159: وحدثني عبد الحميد ابن بيان الواسطي، أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله عن يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون إن تذهب هذه الشمس؟ بمثل معنى حديث ابن علي. وفي الحديث 159 أيضا: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غابت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. قال: ثم قرأ في قراءة عبد الله وذلك مستقر لها. الحديث 159: حدثنا أبو سعيد الأشج وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والشمس تجري مستقرا لها، قال: مستقرها تحت العرش. يقول المؤلف: ونجد أن القرآن والأحاديث قد وقعا في نفس الخطأ العلمي الذي في الهاجادة التلمودية، وهو القول بثبات الأرض بل وبوضوح تسطحها بدلا من استزارتها، وأن حركة الشمس حولها أو عليها متسببة في النهار والليل، بدلا من التفسير العلمي السليم وهو دوران الأرض حول نفسها مرة كل 24 ساعة أمام الشمس. لا يوجد هذا الحديث عند الشيعة، ويفسرها المجلسي في بحار الأنوار الجزء 55: والشمس تجري لمستقر لها، أي لحد معين ينتهي إليه دورها، فشبههم بمستقر المسافر إذا قطع مسيره أو لكبد السماء فإن حركتها فيه توجد أبطاء، بل ورد في الرواية أن لها هناك ركودا أو لاستقرار لها على نهج مخصوص أو لمنتهى مقدر لكل يوم من المشارق والمغارب، فإن لها في دورها 360 مشرقا ومغربا، يطلع كل يوم من مطلع ويغرب في مغرب ثم لا تعود إليهما إلى العام القابل أو لمنقطع جريها عند خراب العالم. وفي موضع آخر من نفس الجزء: نظرا لاتساع أفقه، ينقل من تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور من كتب تفاسير أهل السنة حديث أبي ذر. العنوان: الهاجادة مصدر حديث تقرير قدر الجنين، أشقي أم سعيد، وأخذ العهد على البشر في صلب آدم في القرآن والأحاديث، كتاب مرشد إلى الإلحاد. جاء في قصة آدم في كتاب أساطير اليهود لويس جيزنبرغ ما ترجمته كالتالي: تتحد روح وجسد الإنسان بهذه الطريقة، عندما تكون امرأة قد حملت يحمل ملاك الليل ليلة لاذية النطفة أمام الرب، ويأمر الرب بنوع ما سيصير له، سواء أسيكون ذكرا أم أنثى، ضعيفا أم قويا، غنيا أم فقيرا، جميلا أم قبيحا، طويلا أم قصيرا، سمينا أم نحيلا، وكل الصفات الأخرى، كيف ستكون التقوى والإثم فقط يتركان إلى ضمير الإنسان لنفسه، ثم يعين الرب للملاك المعين على الأرواح قائلا: اجلب لي الأرواح الفلانية والفلانية المخزنة في الجنة التي اسمها كذا وكذا والتي هي من كيت وكيت. يجلب الملاك الأرواح المعينة وهي تركع عندما تدخل إلى الحضرة الإلهية، ويصدر الرب الأمر: ادخلي إلى هذه النطفة، وتتوسل وتحتج على وضعها في هذه النطفة النجسة
وتقول أنها مقدسة وصافية وجزء من عظمته، وأنها سعيدة في هذا العالم الذي تعيش فيه منذ يوم ما قال الرب أن تكون ويواسيها الرب. العالم الذي سأدخلك فيه أفضل من العالم الذي كنت فيه تعيشين حتى الآن، وعندما خلقتك كان ذلك لهذا الغرض. ثم تجبر الروح على دخول النطفة ضد رغبتها، ويحمل الملاك النطفة مرة ثانية إلى رحم الأم، ويحرسها ملاكان لكي لا تغادر النطفة أو تنزلق منها. ثم في الصباح يأخذها الملاك ويحملها إلى الجنة ويريها المستقيمين الذين يجلسون في مجدهم بالتجان على رؤوسهم، ثم يعظها بأن هؤلاء قد تشكلوا مثلك في أرحام أمهاتهم وأطاعوا الرب ووصاياه في التوراة، لذا أصبحوا مشاركين في هذه النعمة. والآن فإن مصيره سيكون أن يهلك في المكان الآخر. في الليل يأخذ الملاك الروح إلى الجحيم ويريها المذنبين الذين تضربهم ملائكة الهلاك بالصياط النارية، بينما يصرخ المذنبون طوال الوقت ويلاه ويلاه، لكن لا رحمة تلتفت إليهم. ويعظل ملاك الروح بأن هؤلاء هم العصاة المذنبين الهالكين في النار، والذين لم يتبعوا سنن الرب والتوراة إلى آخره، يأتون إلى الخزي والعذاب، ويأمره ناصحا: أنت أيضا أصيرك المغادرة من هذا العالم، لذا فلتكن عادلا مستقيما لا شريرا لعلك تربح في الحياة القادمة. بين الصباح والمساء يحمل الملاك الروح وينزهها ويريها أين ستعيش وأين ستموت وأين ستدفن، ويريها العالم بأكمله، ويريها الصالحين والآثمين وكل الأشياء. وفي المساء يعيدها إلى رحم الأم، وهناك تبقى 9 شهور إلى آخره النص وبقية الأسطورة. وجاء في كتاب اليهود المقدس في مزمور 139 للملك داود: لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسجتني في بطن أمي، أحمدك من أجل أني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا، لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض، رأت عيناك أعضائي وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها. مزمور 139 الآية 13 و16. ولنقارن كل هذا مع آيات القرآن وأحاديث محمد الصحيحة. أولا، من أحاديث تقرير مصير الجنين، روى الإمام البخاري 318: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله ابن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. والحديث 3333. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول: يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، فإذا أراد أن يخلقها قال: يا ربي أذكر، يا ربي أنثى، يا ربي شقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب ذلك في بطن أمه. الحديث 6595. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. الحديث 3332. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب حدثنا عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بـ4 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه،
وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. تعليق من عندي: الواضح أنهم يريدون تقييد المؤمنين لكي لا يفكروا أبدا عبر الخوف من مثل هذه الأحاديث. وفي الحديث 6594 حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا شعبة، أنبأني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم علقة ثم مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب40 برزقه وأجله وشقي أو سعيد، فوالله إن أحدكم أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، قال آدم إلا ذراعا. الحديث 1362 حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، ألا وقد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. وروى الإمام مسلم 2643 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني واللفظ له، حدثنا أبي وأبو معاوية ووكيع قالوا حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. ملاحظة من عندي: كلما قالوا الصادق والمصدوق اعلم فإنه كاذب. تكملة الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب40 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ملاحظة من عندي: لاحظ التكرار السخيف يعني المتفيقة. الحديث 2643 حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير بن عبد الحميد، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس، وحدثني أبو سعيد الأشج حدثني وكيع، وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة ابن الحجاج، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال في حديث وكيع: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة. وقال في حديث معاذ عن شعبة: 40 ليلة 40 يوما. وأما في حديث جرير وعيسى: 40 يوما. الحديث 2644 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة ابن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم
بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة، فيقول يا ربي أشقي أو سعيد، فيكتبان فيقول أي ربي أذكر أو أنثى، فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. الحديث 2645. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن وائل حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقى في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة ابن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود، فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا ربي رزقه، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. الحديث 2645. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، أخبرنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أن أبا الطفيل أخبره أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول، وسق الحديث بمثل حديث عمرو ابن الحارث. الحديث 2645. حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا زهير أبو خيثمة، حدثني عبد الله بن عطاء أن عكرمة بن خالد حدثه أن أبا الطفيل حدثه قال: دخلت على أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتصور عليها الملك. قال زهير: حسرت. قال: الذي يخلقها فيقول: يا ربي أذكر أو أنثى؟ فيجعل الله ذكرا أو أنثى، ثم يقول: يا ربي أسوي أو غير سوي؟ فيجعل الله سويا أو غير سوي، ثم يقول: يا ربي ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. تعليق من عندي: لاحظ دناءة هذه الأحاديث التي تغلق العقول وتدفع الناس إلى عدم التفكير واكتشاف أسباب الأمراض وأسباب المصائب وغير ذلك، فهذا هو الدين الخبيث الذي دائما يخدر العقول. الحديث 2645. حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا ربيعة ابن كلثوم، حدثني أبي كلثوم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع 40 ليلة، ثم ذكر نحو حديثهم. الحديث 2646. حدثني أبو كامل الفضيل ابن حسين الجحدري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك، ورفع الحديث أنه قال: إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال الملك: أي ربي ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. الحديث 2647. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لزهير، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثانيا، أحاديث أخذ العهد على النطف. فروى البخاري في كتاب الأنبياء باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته الحديث 3334. حدثنا قيس بن حفص، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس يرفعه أن الله يقول لأهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، أن لا تشرك به فأبيت إلا الشرك. نهاية الحديث. لاحظ فظاعة وقبح هذا الحديث، أنه من الأصل يقرر أننا شهدنا مع الله على أن لا نشرك به، مع أنه لا أحد يتذكر هذا الشيء، فهي مجرد كذبة. يضيف المؤلف: وروى في كتاب الرقائق باب صفة الجنة والنار الحديث 6538. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني محمد بن معمر، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا سعيد عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. الحديث 6557. حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي عمران قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. نهاية الحديث. ورواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا الحديث 2805. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: لأهون أهل النار عذابا، لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك أحسبه؟ قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. الحديث 2805. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد سألت أيسر من ذلك. وعند الشيعة أحاديث أخذ العهد في عالم الذر في بحار الأنوار الجزء 64 الصفحة 37، وبعدها أحاديث 9-17 نقلا عن الكافي للكليني باب طينة المؤمن والكافر وباب آخر منه، وبكتاب الكافي للكليني الجزء الأول مثلا باب السعادة والشقاء، أحاديث مقاربة في المعنى مختلفة المضمون، والكافي باب مولد النبي حديثي 6 و7، وعند الشيعة كذلك حديث كتاب أصحاب اليمين وكتاب أصحاب الشمال في بصائر الدرجات، وعنه نقلت بحار الأنوار الجزء 18 الصفحة 144 حديث 95. نعود لأحاديث مسلم، الحديث 2805. وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا روح بن عبادة حاء، وحدثني عمرو بن زرارة، أخبرنا عبد الوهاب يعني بن عطاء كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: فيقال له: كذبت، قد سئلت ما هو أيسر من ذلك.
ورواه أحمد بن حنبل الحديث 11841. حدثنا حجاج حدثني شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. قال فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك به. وعند الشيعة بكتاب الكافر الكليني مثلا الجزء الثاني باب فطرة الخلق على التوحيد أحاديث مشابهة، وببحار الأنوار الجزء 64 الصفحة 44 أحاديث 17 إلى 24 عن الكافي وتفسير العياشي. ملاحظة: حسب اللاهوت اليهودي في هذا النص الهاغادي، الله يحدد قدر الإنسان في كل شيء عدا أعماله، فهو الذي يحددها، وبالتالي مصيره في الفردوس أو الجحيم أو ربما المطر. لكن لمحمد في القرآن والأحاديث وجهة نظر لاهوتية عجيبة جدا، بنيت على أساس فكرة أنه سيقال أن الغير مسلم الكافر فعل شيئا رغما عن إرادة الله ولوحه المحفوظ. جاء في القرآن: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم سورة المطففين الآيات 7 إلى 22. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سورة الشمس الآيات 7 إلى 10. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى وأتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى سورة الليل 4 إلى 11. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد البقرة الآية 253 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون المائدة 48 ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل الأنعام 107 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين الأنعام 148 إلى 149 وروى البخاري الحديث 7454 حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأعمش سمعت زيد ابن وهب سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة
حتى لا يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. تعليق من عندي، يعني يا مسلم مهما صليت أو مهما صمت فإن نهايتك محتومة، ربما تذهب إلى جهنم. الحديث 1362. حدثنا عثمان قال حدثني جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكسه، فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية. لاحظ تناقض الحديث، إن محمدا وافقه نفس كلامه رغم أنه اعترض عليه. الحديث 6217. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجعل ينكت الأرض بعود، فقال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار. فقالوا أفلا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى الآية. وروى مسلم الحديث 2647. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لزهير. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس، فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نهاية الحديث. الحديث 2648. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير حاء وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال جاء سراقة بن مالك ابن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير. ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال فقال اعملوا فكل ميسر. الحديث 2650. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال قال لي عمران بن الحسين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحج عليهم؟ فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويقدحون فيه، أشيء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال لا، بل شيء قضى عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الحديث 2651. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. الحديث 112. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل ابن سعد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. تعليق من عندي: ويبدو لنا محمد وكأنه من أهل الجنة ولكنه في الحقيقة من أهل النار. هذا هو نفس المنطق. ويروي أحمد بن حنبل الحديث 1015. حدثنا عبد الرحمن حدثنا زائدة عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا مع جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وجلسنا حوله ومعه مخصرة ينكت بها، ثم رفع بصره فقال ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة والنار، إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال القوم يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى الشقاوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اعملوا فكل ميسر، أما من كان من أهل الشقوة فإنه ييسر لعمل الشقوة، وأما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل السعادة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى إلى قوله فسنيسره للعسرة. حدثنا زياد بن عبد الله الفكائي حدثنا منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا مع جنازة في بقيع الغرقد فذكر معناه. الحديث 3441. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. ملاحظة من عندي: هذا يبدو لي وكأنه إله مخادع بالفعل وبدرجة امتياز. الحديث 294. حدثنا روح حدثنا مالك حاء وحدثنا إسحاق أخبرني مالك قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد وحدثنا مصعب الزبيري حدثني مالك عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي الله عنه أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم الآية، فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون
ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. الحديث 6275. حدثنا هاشم ابن القاسم حدثنا ليث حدثني أبو قبيل المعافري عن شفيء الأصبحي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال قلنا لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزال فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال الذي في يساره هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزال فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأي شيء إذن نعمل إن كان هذا أمرا قد فرغ منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة، وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار لا يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضها، ثم قال فرغ ربكم عز وجل من العباد، ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال فريق في الجنة، ونبذ باليسرى فقال فريق في السعير. يعني لم أجد حديثا أكثر إضحاكا من هذا بصراحة. الحديث 4893. حدثنا عبد الرحمن حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالما ابن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال قال عمر يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه؟ أفي أمر قد فرغ منه أو مبتدأ أو مبتدع؟ قال فيما قد فرغ منه فاعمل يا ابن الخطاب فإن كلا ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. الحديث 26216. حدثني هيثم وسمعته أنا منه قال حدثنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الدر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال الذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي. تعليق أخير على الحديث، هذا الحديث عنصري أيضا. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.